احنا النهارده عايزين مينلي نفك اللغز اللي موجود عند ناس كتير قوي اللي اسمه الفاليو انجينيرنج او الهندسه القيميه من ناحيه اكاديميه وعمليه. غرضنا من هذه المحاضره دايما اول حاجه لازم تبدا بتارجت واضح. غرضنا الاساسي من المحاضره دي ان الناس تفهم يعني ايه فاليو انجينيرنج بشكل يكون يزيل اللبس اللي موجود عند ناس كتير قوي في قصه الفاليو انجينيرنج اللي هي انا تقريبا متخصص فيها بقالي 10 سنوات. ان شاء الله ان يكون المعلومه اللي بتاخدها حضرتك مني كمتلقي يعني باذن الله انها يكون فيها درجه عاليه من الموثوقيه. المحاضره بتاعتنا هتتكلم على اساسيات ومبادئ الهندسه القيميه. خلونا نتفق على حاجه انه باذن الله احنا هنتكلم وبعدين في الاخر بعد ما نخلص كلام هنبدا ندردش مع بعض، اي حد عنده سؤال يبدا يتفضل بيه بعد ما نخلص خالص، والافضل كمان لو بالريز هاند طبعا بعد اذن المهندس عمر، ونسمع بعض يعني نتكلم مع بعض احسن من اسئله الشات المكتوبه عشان يبقى بينا نوع من انواع التفاعل. طيب احنا هنعدي على 3 مراحل او 3 محاور هنتكلم فيهم اساسيين. اول حاجه كده تسخين سريع نفهم يعني ايه هندسه قيميه، وبعدين نبدا نفهم ايه الاختلاف ما بين الهندسه القيميه البروسيسز الثانيه اللي شبهها واللي الناس دايما بتدخلهم في بعض بالخطا. ثالث حاجه ايه هي الابروفد كورسز والانترناشونال سيرتيفيكيشن سيستم اللي موجود في الفاليو انجينيرنج في العالم كله واللي معترف بيه عالميا. طيب اول حاجه انت عشان تبدا تسمع عن الموضوع فانت لازم تعرف ايه اهميته. اوكي، فاحنا لازم الاول نفهم ايه اهميه الهندسه القيميه. قبل ما اعرف يعني ايه هندسه قيميه اسمع الاول ايه الاهميه علشان يبقى عندك الحماس انك انت تعرف ايه الموضوع. طيب بص، البنفيتس الرئيسيه والفوائد الرئيسيه اللي احنا بناخدها من الهندسه القيميه سواء كنت انا عضو من اعضاء فريق دراسه الهندسه القيميه او هندسه القيمه زي ما بيقول، او انا كنت مشارك من اي طرف تاني في الدراسه، لان الدراسه بيبقى فيها ستيك هولدرز مختلفين، بيبقى فيها مالك، فيها مصمم، في بعض الاحيان يكون فيها مقاول كمان. اوكي، طيب يبقى انا علشان اعرف الكلام ده انا محتاج اعرف ايه الفوائد العامه مش لطرف بعينه. فدايما من ضمن اهم ما يميز الهندسه القيميه انك انت بتبقى عندك الريكويرمنتس بتاعت البروجرام كله على بعضه بيحصل لها كونفيرميشن عن طريق اليه ومنهجيه القيمه. تيجي منهجيه القيمه تحط كل الستيك هولدرز واصحاب المصلحه مع بعض وتبدا تكونفيرم معاهم بطريقتها هي بمنهجيتها بملعبها وطريقتها الريكويرمنتس بتاعتهم. طيب النقطه الثانيه الاحتياجات الوظيفيه المتطلبات الوظيفيه للمشروع، دي اهم ما يميز الهندسه القيميه ان هي بتعتمد على التحليل الوظيفي لكل المكونات اللي موجوده في المشروع، وبالتالي هي بتؤكد على الاحتياجات الوظيفيه اللي موجوده في المشروع وايه اللي انت محتاجه فعليا بشكل ضروري وملح، وايه اللي هي الاحتياجات اللي قد تكون موجوده بشكل سنوي في المشروع واللي انا اقدر اتعامل معاها بشكل فيه مرونه اكتر شويه في التعامل مع الحد من التكاليف الغير ضروريه او من الهد. وبالتالي تقدر تلمح كده من البدايه، من بدايه الكلام، انه الفاليو انجينيرنج لما بتيجي تتعامل مع مشروع بتحلل المتطلبات الوظيفيه بتاعته وبتصنفها وبناء عليه بتبدا تنطلق. يبقى الموضوع ما هوش عشوائي، ده ليه ميكانيزم معين. طيب بعد ما انت تقدر تكونفيرم النقطتين اللي فوق دول تقدر توصل للثالثه بقى. تبدا تطرح انت بدائل وحلول تساعدك على تحسين القيمه الخاصه بالمشروع، وتساعدك على انك تحلل العمليات واماكن ومناطق التحسين اللي تقدر تضيف فيها من القيمه. ازاي لسه ما اتكلمناش؟ اوكي، بس انا يعني الاول بنشوف ازاي انا ممكن استفيد او ايه هي قدر الاستفاده الوارده من الهندسه القيميه. طيب بعد كده مهم قوي انك انت تعرف الكوست تارجت بتاعتك بدري، ودي احد الحاجات اللي بتخلي المنظمات الكبيره والجهات الحكوميه المرموقه تعمل الفاليو انجينيرنج. خد بالك سواء عندها مشكله في الكوست او ما عندهاش، لانه هو عايز يعرف بالظبط هو ممكن يقدر يوصل لفين، وفين التارجت بتاعه اللي هيعرفه فين التارجت بتاعه، وفين البدايل الامثل اللي تقدر تحقق المتطلبات الوظيفيه وتحقق اهداف المشروع بالاداء اللي فعلا يحتاجه الكلاينت من اكثر الطرق.
واقلها استهلاكا واستنزافا للموارد هي منهجيه الهندسه القائميه. تمام. اخر حاجه عفوا هي المبايعه، فكره المبايعه على التصميم وعلى الكوست. فتلاقي الديزاينر الشاطر داخل الفاليو انجينيرنج وهو الفكره بالنسبه له مش انه قلقان من انه يسمع يعني افكار جديده تغير من التصميم، ولكن في نقطه مهمه هو هيكسبها من هذا التصميم، من هذه الورشه او من هذه الدراسه، دراسه القيمه، انه على الاقل محدش ينفع يطلع بعد كده يقول ده انا ما عرفتش، ده انا ما كنتش اعرف الديزاين ايه مكوناته، ده انا ما كنتش اعرف المشروع ده تكلفته ايه. لا، ده كل شيء اتعرض وبقى على عينك يا تاجر زي ما بيقولوا، كل البدائل طرحت، كل ما انا طلعت بيه من نتاج الفاليو انجينيرنج كلنا باصمين عليه بالعشره. احنا جبنا ثيرد بارتي، طرف خارجي بيعمل ما هو يسمى بدراسه الهندسه القائميه، عشان كلنا نطلع بقى مع بعض كده من المشروع ده واحنا متفقين على هذه الخطوه. فما ترجعش ككلاينت ترجعني ورا تاني، او كاي ستيك هولدر من ستيك هولدرز المتداخله في المشروع، لانك بما انك كنت حاضر ومشارك ووجودك ظاهر في دراسه الهندسه القائميه، فانت خلاص في عندك مبايعه على النتائج اللي طلعت من الفاليو انجينيرنج، وبالتالي انت مبايع على التصميم وعلى الكلفة. طيب دي كده ايه قراءة عامة لأهم المميزات اللي تقدر تطلع بيها وأهم الفوائد الخاصة بالهندسة القائمية. سريعا بقى لو جينا اتكلمنا على الهاي ليفل كده، ايه هي أهمية الهندسة القائمية للشركات وللجهات سواء كانت حكومية أو خاصة؟ طبعا بيعمل عملية اوبتمايزيشن كبيرة قوي للمشروعات وللعمليات وللمنتجات بشكل كبير جدا جدا. احنا يمكن من خلال منصتنا نبقى ندردش عن الكلام ده في اخر المحاضره بعد ما نخلص الجانب العلمي اللي هي محترفي هندسه القيمه في اي اكسبرتس. كنا من بدايه الكورونا عملنا مجموعه محاضرات كتير قوي بتتكلم عن انك ازاي تتعلم الهندسه القيميه من سكراتش، وعملنا كام موديوله كده كرييتيف بمساعده دكاتره زملاء، انك انت ازاي تقدر تعمل انتجريشن ما بين الكوست جوه الفاليو انجينير، ازاي تعمل انتجريشن ما بين الريسك مانجمنت والفاليو انجينيرنج بامثله بكيس ستادي، ازاي ممكن تطبق كيس ستادي على مشروع فلاد ميتيجيشن مثلا درء مخاطر سيول، ازاي ممكن تعمل انتجريشن ما بين الفاليو انجينيرنج والاجايل. دي كنا اتكلمنا فيها في محاضره كانت من المحاضرات الجيده يعني، فبالتالي بشهاده الحاضرين. فبالتالي انا بقى عايز امسك حته الاجايل دي واكمل معاك هنا، ان النهارده مثلا عندك الاجايل والسكرام واللين والحاجات اللي بنسمع عنها دي كلها هي بتتكلم عن منهجيه القيمه بس من الناحيه الاداريه، اما الفاليو ميثودولوجي فبتتكلم عن تطبيق منهجيه القيمه في ورشه عمل ودراسه، تمسك التصميم تعمل له اوبتمايزيشن. فبالتالي ده ربط كبير جدا ما بين كل الترندز اللي ماشيه في السوق دلوقتي واللي بيطلبها المشروعات واللي بيطلبها الجهات المالكه، خاصه في عصر ما بعد الكورونا، لانك انت محتاج تعمل اوبتمايزيشن بمنهج علمي مش بمقص يخش يخرب في المشروع عشان يقلل شويه تكاليفه وخلاص. الخلاصه انه بهذا الشكل تقدر عن طريق تبني منهجيه علميه واساس صحيح من مجموعه من الخطوات التسلسليه المنمقه التي اثبتت جدواها على مدار عقود في تحسين قيمة المشروعات والمنتجات والعمليات، تقدر تحسن القيمة. ومعنى انك بتحسن القيمة انك بتعمل اوبتمايزيشن بقى، تخلي مشروعك سلم، تشيل الفاتس اللي في الموضوع. طبعا اوبتمايزنج البروجكت تاخدنا لانك بتقلل التكاليف، ومش اي تكاليف. ميزة الهندسة القيمية انها عاملة زي، يعني بقول دايما ان مهندس القيمة الشاطر عامل زي الجراح الماهر اللي بيبقى عارف كده ايه بالظبط، يعني فين الاماكن اللي فيها العيوب ويقدر يستأصلها ويسيب جسم المريض تمام وزي الفل وصحته بخير. ده نفس اللي احنا المفروض نعمله كفاليو انجينيرز في المشروع بتاعنا. تقدر انك انت تحط مقص الفاليو انجينيرنج في الكوست وتطلع سليم، يطلع المشروع بتاعك مظبوط، يطلع البرودكت بتاعك مخربش، يطلع بيؤدي نفس الوظائف اللي كان المفروض يؤديها اللي بتلبي احتياجات المالك، يطلع بيدي سمات الاداء اللي فعليا بتعبر عن اهداف المشروع. الكلام ده مش نظري، الكلام ده كله بقى عبارة عن تولز وسيستم معين بنشتغل علشان نصل بيه لهذا الكلام. طيب خد بالك بقى ان من ضمن الحاجات اللي مهمة قوي في القصة دي، واللي برضو واخدة الترند بتاع الفاليو انجينيرنج بشكل، يمكن النقطة دي حسها الناس اللي سمعت عن الموضوع قبل كده،
عن الشكل التراديشنال بتاع الفاليو انجينيرنج، ان الفاليو انجينيرنج دلوقتي تحولت الى ما يسمى البيزنس فاليو انجينيرنج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بدات تدرس ازاي تضيف للكلاينت من انها تحسن له الاستثمار في البيزنس كيس. فانت بدل ما تقعد تطرح مقترحات ليها علاقه بتكلفه الكونستراكشن وتسكت ويبقى هو ده اللي انت قادر تضيفه كمهندس قيمه او كاستشاري هندسه قيميه، لا، ده انت دورك انك تقدر تدي مجموعه حلول تساعد على زياده الربحيه. وممكن ان شاء الله لو في وقت احكي لكم العديد من المشروعات اللي اشتغلنا فيها، مشروعات عمليه يعني بمئات الملايين، واللي طبقنا فيها الكلام ده ونجح نجاح كبير جدا في انك ازاي تستخدم هذه المنهجيه في انك تحسن الربحيه للمشاريع طبعا اللي فيها ربحيه، او حتى تحول مشروع من كيس لكيس. يعني تاخد مشروع من كيس هو عايش في ريسك وما هواش قادر يضمن ان هيجيله فند بكره وانه هيلاقي ميزانيه يكمل فيها بكره. خد بالك دي مشاكل كتير قوي بتحصل بعد الكوفيد 19 للمشاريع، ازاي تنقله انت للكومفورت زون بقى بالفاليو ميثودولوجي. زي ما هنا في المملكه العربيه السعوديه دلوقتي المشاريع اللي بتطبق ليها دراسه هندسه قيميه طبعا بتطبق بشكل الزامي على كل المشاريع الحكوميه، والقطاع الخاص دلوقتي اصبح هو اللي بيسعى لتطبيقها بارادته، بس القطاع الحكومي بيطبقها من زمان اجباري. اوكي، طيب اصبح المشاريع اللي عامله دراسه هندسه قيميه هي اللي ليها الاولويه عند وزاره الماليه وعند الجهات الحكوميه انها عملت فعلا اوبتمايزيشن لمشروعها وقدرت توصل للشكل السليم ده، فبالتالي تقدر ايه المشاريع دي تاخد الفند وتضمنه وما تتعرضش انت لمخاطر ان مشروعك يقف. انا بتكلم من الطرف المالك، طب لو انا مصمم ما انا عايز اعمل نفس الكلام، انا مصلحتي انا والمالك ان المشروع يكمل لحد الاخر، طب لو انا مقاول دي قصه ثانيه بقى، ازاي يتطبق الفاليو انجينيرنج وانا مقاول دي قصه عايزه ايه محاضره ثانيه. ده موضوع على فكره يعني نوت تاتشبل لحد دلوقتي، لحد دلوقتي قليل جدا من شركات المقاولات اللي تعرف تطبق فعليا فاليو انجينيرنج بدل قصه بقى الكليم والاكستنشن اوف تايم واخش في مشاكل مع الكلاينت. ده انا ممكن اخد انا الكلاينت كده من ايده، الكلام اللي بكلمك عنه ده كله كلام بناء على خبرات في تطبيق هذه الممارسات على مشاريع كبيره وبالتعاون مع شركات كبيره. وبالتالي تقدر انت تاخد الكلاينت من ايده كده وتوصل بيه لبره امان، بتوفر لنفسك وبتوفر له وتكمل مشروعك للاخر. طيب وبعدين خد بالك بقى، احنا عاملين نتكلم عن الكوست بس ده دي نص الفاليو، ده النص الثاني من الفاليو جوده واداء، ودي نقطه من النقاط اللي بتميز منهجيه الهندسه القيميه عن اي طريقه ثانيه لاداره وحسم التكاليف، لانه الهندسه القيميه بتشتغل على الاداء كمان وبتشتغل على الجوده، فتقدر تحسن القيمه فيما يسمى تحسين القيمه الشامله. وبالتالي خلاصه الكلام ده كله انك توصل لايه؟ كاستمر ساتسفاكشن، سواء كنت كلاينت وبتعامل مع اند يوزر، سواء كنت اند يوزر وبتتعامل مع كونسيومر، سواء كنت ديزاينر او كونتراكتور وبتقدم خدمه للكلاينت. طيب ماشي، طب انا بقى عايز اعرف انا ممكن استفيد ايه يعني انا كبيرسون، انا كانجينير. خد بالك بقى انه من خبراتنا الطويله في الدروس المستفاده من الناس اللي اتعلمت معانا منهجيه هندسه القيمه في ادارات معتمده، طبعا كارير امبروفمنت شهاده فاست تراك تقدر تاخدها بتتعلم علم دقيق شديد التخصصيه، مفيد لانه دراسه عمليه وليست دراسه عامه كده وعابره في الفضاء، ما انتش عارف تاخد الكلام ده تطبقه فين ولا مين يشتريه ولا ازاي ادور بيه كده واطلع بمشروع، لا انت تعرف ازاي تاخد الكلام ده تطبقه وتنفذه وتتعلم تولز وتتعلم تكنيك، فبيحصل كارير امبروفمنت. والميزه في قصه الشورت تراك انك انت، انا بقول انه الفي ام اي اللي هنتكلم عنها قدام اللي هي شهاده ممارس هندسه قيميه معتمد هي من اسرع الشهادات اللي يقدر يحصل عليها المهندس، لانك تقدر بعد الدوره على طول تخش تمتحن وتنجح، وبالتالي لا هدت حيل بقى ولا مذاكره، لان الموضوع كله بيعتمد على ايه؟ انك فهمت وتقدر تطبق. ودي ده السيستم الحديث في الشهادات المهنيه اللي حتى تتبعه البي ام اي بقى فيما بعد والتحول للاجايل والكلام ده كله. يبقى كارير امبروفمنت، الاحلى كمان من الكارير امبروفمنت ان بتطور في طريقه تفكيرك ايا إن كان انت بتشتغل ايه، يعني ايا إن كان انت طبيعه تخصصك الهندسي وانت بتشتغل ودورك مقاول ولا دورك مصمم ولا دورك ايه، فهي بتطور من اليه تفكيرك في الجوب اللي انت بتعمله. طبعا بتتعلم بقى مجموعه من اليات وتقنيات هندسه القيمه بتفيدك في حياتك كلها، سواء اترفعت لافتت ان احنا هنعمل دراسة هندسة قيمية أو لا، أو أنت شغال في الديزاين العادي بتاعك، التنفيذ العادي بتاعك، البلاننج العادي بتاعك، الكواليتي العادي،
تقدر تستفيد من هذه التطبيقات، وبالتالي انت بتحصل على نوع من انواع النولج والخبرات اللي بتقدر تخليك تطبق الفاليو مانجمنت. يعني ايه؟ يعني انت في دورات الهندسه القائمه لازم تطلع بثلاث حاجات، لازم تطلع بنولج، معرفه عن الشيء المبهم اللي كلنا بنسمع عنه وما نعرفش بصراحه وات ات اكتوالي انتيلز، يعني فعليا في ايه، احنا ما نعرفش ايه اللي جواه، ما احناش عارفين. دي النولج الكامله. تاني حاجه سكيلز، شويه تولز، شويه تكنيكس تقدر تطبقها وتستفيد بيها. ثالث حاجه السيرتيفيكيشن. يتبقى لك ايه بقى؟ الرابعه الابيليتي، القدره على التطبيق. لازم تاخد الثلاثه دول وتبدا تجرب بقى. عشان كده احنا كمان مش بس بنهتم في تبنينا لفكر الهندسه القائميه، مش بس بنهتم بتدريب المهندسين، يعني وده بيكون من احد اهدافنا، لا، الناس اللي بتكون سيرتيفايد معانا بنحاول قدر الامكان نشاركهم في ورش عمل بعد كده علشان نستفيد منهم ويستفيدوا مننا. طيب تعالى بقى نتكلم شويه عن الفاليو انجينيرنج سكسس كده سريعا. الفاليو انجينيرنج دي حاجه قديمه قوي 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 على فكره، مش جديد، ده بقى لهم 70 سنه شغالين في الفاليو انجينيرنج دي في امريكا واليابان وغيرها. وحسب الاحصائيات الرسميه للمنظمه الدوليه لهندسه القيمه، فوصل الحد الادنى للسيفنج 15% لو احنا بنتكلم عن التكلفه يعني، ووصل لحد 35% وفي بعض الاحيان اكتر من كده، بس ده رينج، يعني ده الافرج او السيفنج رينج اللي ممكن تقدر تحققه للمشروعات. تخيل انت داخل على مشروع قد يكون قيمته في بعض الاحيان زي مشروعات اشتغلناها زي توسعه المسجد النبوي او توسعه مسجد قباء، يعني شرفنا باداره الهندسه القائميه والعمل عليها في المشروعات الضخمه واللي ليها يعني اغراض ساميه زي كده، ومشروع البنيه التحتيه لرؤى المدينه وغيرها، مشاريع بمليارات الدولارات. المشاريع دي لما انت تقدر تعمل فيها سيفنج بهذا الشكل، وده اللي حصل فعلا، انت بتحقق رقم خرافي، رقم خرافي من السيفنج المظبوط اللي يقدر الكلاينت يستفيد بيه بشكل كبير جدا. طيب خش على اللي بعده، نبدا نتكلم عن الفاليو انجينيرنج في السعوديه شويه. الفاليو انجينيرنج في السعوديه بدات في البدايه خالص، طبعا هي اول دوله عربيه تطبق الهندسه القائميه كانت هي المملكه العربيه السعوديه، والكلام ده تم في الاشغال العسكريه التابعه لوزاره الدفاع في سنه 86. بعد كده في سنه 92 اتعمل بقى فرع يعني متفرع من المنظمه الدوليه او الجمعيه الدوليه زي ما بيسموها لهندسه القيمه اللي هي سيف انترناشونال، واتعمل فرع في السعوديه من سنه 92. في سنه 95 بدا يبقى في قسم خاص بالفاليو انجينيرنج ستادي، قسم خاص لدراسات الهندسه القيميه في اول وزاره كانت هي وزاره الشؤون البلديه والكرويه. بعد كده الموضوع كبر بقى وبدا يبقى فيه في ارامكو، وبدا يبقى فيه في الهيئه الملكيه للجبيل وينبع، وبدا يبقى فيه حديثا في شركه المياه الوطنيه وفي غيرها كتير قوي، بقى فيه قسم معني بموضوع الهندسه القيميه دي. خد بالك بقى كمان انه هنا الهيئه السعوديه للمهندسين زي ما فيها قسم هندسه مدنيه وهندسه كهربائيه وهندسه ميكانيكيه وهندسه معماريه، فيها قسم فرع شعبه للهندسه القيميه الوحيده اللي ليها شعبه هنا من كل انماط اداره المشروعات المختلفه، توازي التخصصات الهندسيه المهنيه اللي هي زي ما قلنا معماري وميكانيكا. يعني تلاقي هنا في معماري وفي ميكانيكا وفي كهرباء وفي مدني وفي قيميه، كل دي هي فروع الموجوده في جمعيه المهندسين السعوديين اللي هي تكافئ نقابه المهندسين المصريه. بعد كده هتلاقي ان انا حاطط برضو الامر اللي طلع من وزاره الماليه منذ زمن، الكلام ده سنه 1422 هجريه على قد ما اذكر، دي كانت 2001 ميلادي او حاجه زي كده، اللي بدا فيه تطبيق الهندسه القائميه بشكل الزامي على كل المشاريع اللي تتعدى 20 مليون ريال سعودي. شوف بقى اهميه الموضوع من زمان عامل ازاي. طبعا بعد الكوفيد 19 اضرب الاهميه دي في كتير بقى، لانه بقى في مشاريع كتيره جدا ستاك مستنيه القصه دي علشان تفوقها تاني كده وتنعنشها وترجعها للسوق، ترجع يرجع المشروع يسرفايف تاني. او لو انت عندك مشروع بروتوتايب وهتكرره، يبقى البروتوتايب ما يزيدش عن 5 مليون. اوكي؟ يعني حتى لو 5 مليون سوري يزيد عن 5 مليون، يعني لو فوق ال 5 مليون يتعمل عليه فاليو انجينيرنج، ده لو بروتوتايب وهتكرره كتير، عشان ما تقولش انا مشروعي اقل من 20 مليون مش هطبق عليه الفاليو انجينيرنج، لا، ما هو ده لو بروتوتايب وهتكرره كذا مره. يعني لو انت بتعمل زي ما كنا شغالين في فرع للغرفه التجاريه والصناعيه في الرياض وهترجع تكرره في بعض المحافظات الاخرى، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان ده يطبق عليه بروتوتايب. فلو معدي ال 5 مليون ريال سعودي، طبعا ده كلام فاضي يعني، يبقى بالتالي انت لازم ايه؟ تطبق عليه الهندسه القائمه.
بيقول لحضرتك انه حسب الاحصائيات اللي طلعت من الحكومه السعوديه، اكثر من 60 مليار ريال سعودي تم توفيرهم من سنه 2001 حتى الان، ودي احصائيه قديمه على فكره. اوكي، يعني هتلاقي الرقم ده زاد عن كده بكتير. الاحصائيه دي عندي من 2016، ما عنديش ابديت ليه. في الانيشال كوست عن طريق تقديم اكثر من 10,000 ورشه عمل ودراسه هندسه قايمه، بص الارقام، شارك فيها أكثر من 150 ألف مشارك، وفي أكثر من 20 ألف واحد حضروا تريننج في الفاليو انجينيرنج. طبعا الكلام ده قديم واتغير كتير، وأكثر من 6,000 واحد كانوا فيهم سيرتيفايد. النقطة دي بقى أنا بحب أشيرها مع الناس في محاضراتي، دي حاجة حديثة طلعت من بلدية مدينة أبو ظبي. بلدية مدينة أبو ظبي جت في نهاية 2019 قبل الكوفيد 19 بشوية كده، وجت طلعت فاليو انجينيرنج جايد لاينز، طلعت مانيوال يخص اليه تطبيق الفاليو انجينيرنج. المانيوال ده كانوا بيقولوا فيه ان اي حد هيجي يشتغل معانا فاليو انجينيرنج لازم يكون معاه الفي ام اي، اللي هي الشهاده الاولى في الفاليو انجينيرنج، اللي هي الفاليو ميثودولوجي اسوشيت. وهنتكلم عن الشهادات. فبيقول لحضرتك انه دي اصبحت من الشهادات المطلوبه بشكل كبير جدا في كل المشاريع اللي هتخش بقى بلديه مدينه ابو ظبي لو انت عايز تطبق الفاليو انجينيرنج. وبالتالي تستوعب من ذلك حاجه، ان ده سلاح مهم جدا يتسلح به اي مهندس عايز يضيف لنفسه تول مهمه للتنافس، وليعني لايجاد اسلحه خاصه بيه هو تقدر تساعده ان يكون بيقدر يعمل اكتر من حاجه. انا بقدر اشتغل مهندس ميكانيكا، وبقدر اشتغل فاليو انجينيرنج، انا معايا في ام اي، انا بقدر اشتغل ديزاينر ستراكشر، وانا كمان في ام اي، فانا بقدر اعمل كمان الفاليو انجينيرنج وهكذا. تاني حاجه، بص بقى، انا يعني دول اتنين سناب شوت انا واخدهم من الجايد لاينز بتاع بلديه ابو ظبي. تاني حاجه بقى، انك انت عندك هنا اللي حاطين هم ده ثريش هولد، اليه معينه لتطبيق الفاليو انجينير. فبيقول لك المشاريع الاقل من 10 مليون، شوف احنا السعوديه كانت حاطه 20 مليون، واكتر من كده هطبق فاليو انجينيرنج. هنا اقل من 10 مليون هيعمل فاليو انجينيرنج مره واحده في عمر المشروع. لو المشروع يتعدى ال 10 مليون ويقع فيه ان البادجت بتاعته او الاستيميتد كوست يعني ما بين ال 10 وال 120 مليون، يتعمل عليه مرتين فاليو انجينيرنج. اكتر من 120 مليون يتعمل على المشروع 3 مرات فاليو انجينيرنج مع تقدم التصميم بتاع المشروع، مره على التصميم الكونسبشوال، ومره على البريليمينري، ومره على الفاينل او البري فاينل. ده كده ايه الموضوع الاول. كده احنا غطينا الجزء الاول من المحاضره اللي هو بيتكلم على اهميه الفاليو انجينير. تعال بقى نتكلم ايه يعني بروسيس وايز شويه. تعال بقى نتكلم في بارت 2. بارت 2 ده ايه؟ بص انا عامل كده شويه انفوجرافيكس، انا يعني من ضمن الهوايات اللي عندي بحب اقعد اعمل شويه باوربوينت انفوجرافيكس. ففي شويه حاجات كده انا كنت عاملها اسمها الديلي ميلز، كنت بحب ان انا يعني اوصل معلومه للناس بطريقه مختلفه عن انها تحس انها بتاخد معلومه علميه، فاقول دي معلومه كده في صوره وجبه، فهتلاقي شويه ديزاينز كده يعني ايه فرفوشه شويه. فمثلا هنا الستيك ده، حته قطعه الستيك دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الميل رقم واحد، الوجبه الاولى اللي انت محتاج تاخدها في الهندسه القايمه. الوجبه الاولى دي ايه؟ باختصار كده اليه تنظيمك لتفكير، واحنا بنتكلم في الاليه دلوقتي، اوكي؟ اليه تنظيمك انت لتفكيرك وانت مهندس قيمه. وانت مهندس قيمه انت اول حاجه محتاج تبدا بيها هي الريكوجنايز. اول حاجه يعني ايه ريكوجنايز؟ لازم يبقى مهندس القيمه ده عنده بعد نظر شويه، وعنده كام خطوه كده ياخدهم للخلف، ويدرك بالظبط من اين تؤكل الكتف. والكلام ده ليه تولز في الفاليو ميثودولوجي، ليه تولز بتعلم المهندس فين يعرف يضرب، فين الاماكن اللي فيها الفرص اللي يستطيع منها تحسين القيمه. لانه الهندسه القيميه فاست تراك، انت بتيجي تعمل دراسه الهندسه القيميه دي في عده اسابيع، على مشروع ممكن يكون تصميمه هياخد شهور ويمكن اكتر، وبالتالي ممكن يتعدى السنه، وبالتالي انت ما ينفعش تلعب على كل حاجه لحسن هتخسر كل حاجه. لازم يبقى عندك تولز وتكنيكس تعرفك من اين تؤكل الكتف. وبالتالي لازم المهندس اللي هيشتغل في قصه القيمه دي يعرف منين بيبدا في تحديد القيمه، وبالتالي يدرك اليه هذا الموضوع. علشان يقدر يعمل الكلام ده، او بعد ما يدرك هذا الموضوع، هو محتاج يديفاين الفاليو من وجهه نظر مين بقى؟ الكاستمر بتاعه. ودي تختلف حسب كل مشروع. يبقى انا لازم
اعرف تعريف القيمه ايه. تعريف القيمه ايه من وجهه نظر الكاستمر؟ طب نتكلم الاول عن تعريف القيمه. ماشي، القيمه هي العائد المكافئ لاستبدالك لمجموعه من البضائع او الموارد وتحولها في صوره مخرجات. يعني ايه الكلام المكعبل ده؟ يعني انت النهارده صرفت فلوس، صرفت وقت، صرفت موارد مختلفه، صرفت جهد بشكل ما او باخر. الجهد ده اتحط في المشروع علشان يتحول لمشروع، لكيان، لبرودكت، لديليفربل، لسمات معينه من الاداء بيؤديها هذا المشروع. الفاليو بقى عامله زي ميزان الذهب كده، اوكي، قاعده توزن كل ريسورس اتحطت طلع قدامها ايه الطرف الثاني من الميزان. لما انا حطيت فلوس عشان البي الوظيفه دي، هل انا اخدت البرفورمانس اللي انا عايزه؟ طيب هل الفلوس دي وصلتني فعليا لمعادله قيمه موزونه والميزان اتزن، ولا القيمه الوظيفيه الخاصه بالوظيفه دي تحديدا مختله؟ مختله يعني ايه؟ يعني انت صرفت فلوس كتير 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 قوي وحصلت على اداء اكبر من اللي انت تكون محتاجه بكتير جدا. اوكي، فده ايه؟ ده خلل في ميزان القيمه. طب ايه تاني انماط من الخلل؟ انماط من الخلل ان انت تكون ما صرفتش على وظيفه معينه فلم تصل الى الحد الادنى المطلوب لتحقيق متطلبات الاداء اللي ترضي العميل او المالك، وده تسبب في فشل العديد من المشروعات، وتسبب في خروج العديد من المنتجات من السوق، وتسبب في فشل الكثير من العمليات. وبالتالي وظيفه بقى الفاليو انجينير انه يفهم الديفينيشن ده من وجهه نظر الكاستمر، لان الموضوع ده هيبقى تيلورد. يعني ايه تيلورد؟ يعني ايه قماشه كده انت هتفصلها حسب الكلاينت اوبجكتيفز والبروجكت نيدز لكل مشروع. لازم تتعلم ازاي تعمل ده، وبالتالي تبدا تمسك الميزان وتوزن. بس انت عايز تبقى عارف بتوزن ايه اجينست ايه، والكلاينت عايز ايه بالظبط، وايه تعريفه للقيمه. يبقى انت فاهم الموضوع، ولكن فاضل لك ايه؟ تاخد انبوت من الكلاينت تحطه بقى في البروسيس بتاعت الفاليو انجينيرنج دي، تطلع قماش. اوكي، طيب ثالث نقطه بقى، انك انت تدور على انك تعرف تعمل ميجرمنت. يعني ايه؟ يعني بعد ما انا بقى فهمت الموضوع وعملت ريكوجنايز وعملت ديفاين، انا عايز اميجر، يعني اقدر اقيس الفرق ما بين بديل والتاني. اعمل ده ازاي؟ يعني ازاي اقدر اقنع الكلاينت انا او الديزاينر او هو ايفر موجود بالستيك هولدرز، ازاي اقدر انا اقنعه بآلية قياس معينة وتقييم فعلي انه البديل بتاعي ده بيحسن من القيمة، وانه عليه ان يتبناه وانه يطبقه في التصميم. هذه الآلية من القياس محتاجة ايه بقى؟ محتاجة انك انت تبقى عارف ازاي تقيس، وده جزء مهم جدا جدا في منهجية القيم. وهي فكرة ان يكون الشيء قياسي، اي حاجة قياسية بيقبلها المهندس وبيقدر يستسغها، اي كلام عام ما بيحبوش. اوكي، وبالتالي هذا القياس هو اللي هيكون سبب في نجاح او فشل العمليه. طيب بعد كده، بعد بقى ما عدينا المرحله دي، عليا بالتطوير. اطور ايه؟ اعرف ازاي اعرض، اعرف ازاي بعد ما قست فكرتي اعرف ازاي اطورها، اعرف ازاي اعمل لها اكشن بلان، اعرف ازاي احط الكلام ده في صوره يستطيع تطبيقها المصمم، ويستطيع كمان ادخالها مع كل الفاكتورز الثانيه. فانا لازم ابقى فاهم ايه اثر الفكره بتاعتي دي وانا بطورها على المخاطر وعلى التكاليف وعلى الوقت وعلى الاداء. لازم يبقى عندي انا comprehensive information، معلومات شامله عن اليه التغيير بتاعي، وازاي اقدر احط الكلام ده في شكل بسيط ولكن ذكي يعبر عن اضافه القيمه بالفكره بتاعتي دي. كده الميكانيزم يا جماعه، ده كده ايه الفريم ورك بتاعت ازاي مهندس القيمه يقدر يشتغل. طيب تعال نشوف حته الشوكولاته دي بقى بتقول ايه. تقول لك بقى حاجة تانية، احنا اتكلمنا ايه الستيك ده كان بيقول ايه؟ الستيك ده كان بيتكلم على البيزكس بتاعت الميكانيزم. طب دي بقى بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على المحاور، البيلرز التي تعتمد عليها القيمة. هي القيمة دي بتعمل ايه؟ القيمة دي بتعتمد على 4 حاجات: أداء، تكاليف، وقت، مخاطر. دول ال4 عناصر الأساسية أو المحاور الأساسية لحساب القيمة. طب ال4 محاور دول ايه يعني؟ يعني انا ممكن افهمهم اكتر. الاداء هو اللي الكاستمر او اليوزر متوقع انه ياخده من المشروع في الاخر، في صوره زي ما قلنا فيتشرز، في صوره deliverables. وخد بالك بقى ان في بعض الاحيان بيبقى الكلاينت مش عارف الكلام ده، هو مش عارف فعليا ايه الاداء اللي هو عايزه من المشروع،
فاكر اربط الكلام ده مع اول سلايد خالص لما كنت بقول لك الفاليو انجينيرنج بتكونفيرم البروجرام ريكويرمنتس والفانكشنال ريكويرمنتس. من ضمن الادوار الجيده جدا اللي بتلعبها الفاليو ميثودولوجي في خريطه عمل المشروع او في اليه عمل المشروع انها بتوجه الكلاينت قبل ما تبدا بالافكار انه يعرف هو عايز يوصل بالظبط لايه من سمات الاداء. فانت ساعات تلاقي كلاينت تايه، هو مش عارف بالظبط هو عايز ايه، بص تلاقيه كده عايز كل حاجه في كل حاجه، عايز كل حاجه في كل حاجه. يعني ايه؟ يعني تقول له انت عايز مشروعك ده يبقى ليد، اه عايزه يبقى ليد. طب ده ليد درجات، عايزه ايه اخر حاجه؟ طب انت عايز مشروعك ده يبقى مثلا بيحقق ليفل معين من الموثوقيه، يقول لك اعلى ليفل. طب انت فاهم ان الكلام ده كله اجينست ماني، وانه anything that goes beyond the maximum needed level you are the one who is going to pay the bill at the end. انت اللي هتدفع الفاتوره بتاعتك، مش فاهم. طب يبقى انت لازم تبدا تفهم الكلاينت هنا وتترجم معاه ايه هي سمات الاداء اللي هو محتاج ياخد. انت مش بترجم الكلام ده علشان انت بتعمل كده عشان هو يكمل شغله في المشروع، ده انت هتاخد الكلام ده وتعتبره انبوت، لان انا قلت لك الترابيزه بتاعت الفاليو دي على اربع رجول من ضمنهم الرجل دي البرفورمانس. فانت اصلا مش هتشتغل صح الا لما تعرف بالظبط هو الكلاينت ده كيف يصف الاداء وايه هي طريقته لوصف متطلباته وسمات الاداء غصب عنك لو انت عايز تشتغل صح. تاني حاجه التكاليف، التكاليف دي واضحه بقى كلنا عارفينها، الناس الماتيريالز الاكويبمنت الريسورسز كل حاجه هتبقى موجوده في المشروع ده اللوكيتد عليه وتساوي فلوس، لان كل الحاجات دي عباره عن ايه في الاخر؟ عباره عن فلوس. كل الحاجات دي تترجم لفلوس، لازم انا ابقى عارفها. ده المحور الثاني اللي انا هبدا بيه من محاور القيمه. المحور الثالث الوقت. الوقت خد بالك ليه علاقه بوقت تطبيق الافكار ديت على التصميم، الوقت اللي باقي من عمر التصميم، الوقت اللي انت بتختاره عشان تعمل فيه فاليو انجينيرنج، الوقت الخاص بالتنفيذ بقى بعد كده. وبالتالي هنا لو تاخد بالك من الجمله دي بيقول لك the best products or services are of no value if they cannot be provided to the customer in a timely fashion. لو انا في النهايه عمال ادي لك افكار جيده 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 اثناء دراسه هندسه قايميه وانت فعليا فات الاوان عليهم كلهم ولا حاجه، ما وصلناش لحاجه. طيب لو انا عمال بدي لك افكار too late نفس الكلام. طيب لو انا جيت بعد كده عمال بدي لك افكار جيده وتطبق لكنها هتعطل مشروعك جدا وهتؤثر على السكادول بتاع التصميم او بتاع التنفيذ، ده احد الايه؟ العوائق. وبالتالي ده المحور الثالث. المحور الرابع بقى هو المخاطر. طبعا المخاطر موجوده في الثلاثه دول، يعني هي قاسم مشترك على الاداء بسماته على التكلفه على التايم. وبالتالي المخاطر هنا مقسومه على الثلاث محاور دول او مضروبه فعليا في الثلاث محاور دول. وطبعا المخاطر مش كلها حاجه وحشه، الناس اللي خدت بي ام بي هتبقى عارفه الكلام ده، المخاطر فيها الفرص وفيها التهديدات. طيب وبعدين احلى حته بقى في الموضوع الفاليو ايكويشن. بص بقى يا سيدي، لما جم يعملوا معادله الفاليو دي، معادله الفاليو اول ما بدات خالص بدات عن طريق واحد اسمه لاري مايندز. لاري مايندز ده بدا هو اول من اخترع منهجيه تحليل القيمه في الولايات المتحده الامريكيه اثناء الحرب العالميه الثانيه. الراجل ده اول ما اخترع القصه دي كان شغال في شركه جنرال الكتريك، وكان عنده مشكله كبيره جدا ان الماتيريال الرئيسيه اللي كانت بتجيله من الهند ومن الفار ايست ما بقتش بتيجي، وهو راجل عايز يكمل ويعيش ويسرفايف ويطلع الصناعات اللي بتطلعها جنرال الكتريك اللي اصبحت مهمه جدا علشان كلها امداد حربي. اوكي، في حرب موجوده. طيب وبعدين؟ قال لك الراجل ده بدا يقول احنا عمالين كده نمشي نخبط في بعض وخلاص، عايزين نحط ميكانيزم معينه تقدر تحسن لنا بالظبط من اللي احنا بنعمله من الجهد المنثور هباء ده، وتعرفنا بالظبط احنا ازاي نمشي. فقال لك بص، اول حاجه انا هقول ان الناس ما يهمهاش الاشياء. يعني ايه؟ يعني انت ما انتش فعليا عايز التول دي، ما انتش رايح تشتري القلم ده، ما انتش رايح تشتري الماوس ده، انت رايح تشتري وتدفع فلوس في الوظيفه اللي بيؤديها ليك هذا الشيء. وبالتالي لو احنا اتكلمنا بقى من هذا المنطلق، يبقى الفاليو هي تحقيقي انا للوظيفه باقل تكلفه ممكنه. يبقى انا لو قدرت احقق الوظيفه باقل تكلفه ممكنه، يبقى الراجل اللي اسمه لاري مايلز ده كان بيقول ايه؟ بيقول لك بما ان احنا ما بنشتريش الحاجات وما يهمناش الحاجات دي، فاحنا نقدر نعمل ايه؟ هنقدر ان احنا ندور على ازاي البي الوظيفه.
طب انا البي الوظيفه ازاي يعني؟ بص هو الراجل بيقول لك على ايه، انت دلوقتي ما بتشتريش القلم ده، انت يهمك انك انت القلم ده بيعمل وظيفه معينه، ايه هي؟ ميك ماركس. طيب لو انا اتصرفت لك في اي طريقه تعمل بيها الميك ماركس دي باقل تكلفه ممكنه، واحنا في حاله صعبه، احنا في حاله حرب يا راجل، ده الرو ماتيريال، الماتيريال الاساسيه اللي انا بستخدمها علشان اصلا اقدر ابدا تصنيع ما بتجيش، حد هيقدر يجي يحاسبني على مدى الجوده؟ لا. يبقى انا لو قدرت اوصلك لطريق يلبي لك الوظيفه اللي انت عايزها، تحمد ربنا. ده كان الكونسبت اللي بدا بناء عليه لاري مايلز يحط معادله القيمه اللي انت شايفها قدامك دي. ان هو قال لك بقى ايه؟ قال لك اقصى قيمه هي عباره عن تلبيه الوظيفه. بص السهم ده انا اي مين ات، يعني انا امنتين الوظيفه، ديك الوظيفه اللي انت عايزها باقل تكلفه ممكنه بالكوست مينيمم. يبقى انا هاو تو ماكسمايز الفاليو، مينتيننج الفانكشناليتي باقل تكلفه ممكنه. طيب الكلام ده كان حلو وكان اختراع في وقت لاري مايلز. خد بالك الراجل ده فضل عايش في امريكا شويه، وبعدين جنرال الكتريك فضلت مصممه ومصره انها تتكتم على الفاليو اناليسيز وتمنع انتشارها في العالم او حتى جوه امريكا. اوكي، وبعد كده الكلام ده طبعا من ايام الحرب العالميه الثانيه، يعني قصه سريعه كده. طيب وبعد كده الراجل لا كان عايز ينتشر بهذا العلم وينشر هذه المنهجيه اللي اخترعها والكلام ده كله، لحد ما طفش منهم خالص الراجل وساب امريكا وراح سافر اليابان، وفضل عايش حياته كلها في اليابان لحد ما مات هناك ينشر في هذا العلم. اوكي، ويروج ليه. وساعتها كان اليابان عندها صناعه وطالعه طبعا من حاله الحرب، مهتمه جدا بهذه الانماط من الافكار الهندسه الاقتصاديه بشكل او باخر، وبالتالي تبنت هذا العلم وكان بيطبق في اليابان بشكل كبير جدا جدا جدا. خد بالك من حاجه مهمه قوي من وجهه نظري، يعني اسايد كده، وبعدين نرجع لايه؟ لقصه الفاليو دي تاني. لما تبدا تدور على اي نمط او اي نوع من انواع الشهادات المهنيه والدراسات الهندسيه وعايز تقيس مدى اهميتها في العلم، روح شوف اكبر عدد ممكن حاصل على هذا النوع من الشهادات موجود فين. لو لقيت انه موجود في المناطق المضيئه من الكوكب، يبقى ده اللي فيها صناعه مش بس تشييد، لان الفاليو انجينيرنج اصلا لم تخلق من مهد الكونستراكشن، هي خلقت من الصناعه. ما انا بحكي لك طلعت من جنرال الكتريك كانت بتشتغل صناعه، وبالتالي انت عايز تشوف فعليا عدد الناس اللي حاصلين على شهاده زي الفي ام اي ولا شهاده زي السي في اس. هي دلوقتي بدات يبقى في عليها اقبال شديد جدا في الشرق الاوسط، ولكن انا بتكلم قبل كده. ارجع وشوف، ولحد اللحظه طبعا اللي احنا فيها دي هتلاقي اكبر عدد من الناس الحاصلين على هذه الشهادات والمهتمين بتطبيق اهم من الشهادات كمان، والمهتمين بتطبيق هذا العلم موجودين في المناطق المضيئه من العالم. يعني تبص تلاقي امريكا بكل الجهات الفيدراليه بتطبق الهندسه القيميه فاليو انجينيرنج بشكل الزامي على كل مشروعاتها، حتى في قوانين الولايات، حتى في الجهات الفيدراليه. والكلام ده كمان موجود في اليابان وموجود في كوريا وموجود في تايوان وموجود في هونج كونج وموجود في الهند وموجود في هذه الدول. طيب نرجع نكمل بقى في معادله الفاليو. القصه اللي انا حاططها لك على السمكه دي كده من الديل للراس، دي يعني خلاصه قرايه في كتب كتير قوي. اوكي، في قصه تطور معادله القيمه. طيب المعادله بتاعت لاري مايلز دي جميله بس ما تنفعناش احنا. عارف ليه ما تنفعناش؟ لان هي بتاعت حاله حرب. يعني ايه؟ يعني انت النهارده لما انا اجي اقول لك ان الفانكشن بتاعت القلم دي انك تعمل ميك ماركس باقل تكلفه ممكنه، ولو انا جيت وصلت لك لاقل تكلفه ممكنه لسبيل او لطريقه يعني تقدر تلبي بيها الوظيفه، يبقى ده بيديني الماكسيمم فاليو. الكلام ده مش هينفع معاك. ليه بقى؟ انا في ايدي اهو قلم تاتش قاعد بكتب بيه ومروق الدنيا وشايف انه بيديني احسن فاليو في الدنيا. اوكي، طب هل انا مش ممكن استبدل الكلام ده وانت تيجي تقول لي طب ما انت ممكن تلبي الفانكشن دي بانك انت تجيب كده حته تباشير واقعد اكتب على الحيطه اللي ورايا دي وانت هتبقى شايف ان شاء الله على قد الامكان، يعني حتى لو ما قعت عينك شويه بس الوظيفه هتتلبى. الكلام ده بقى ما ينفعش معانا. في عصور الرفاهيات وعصور الاهتمام بالكواليتيز لكل برودكت ولكل بروجكت، اصبح تلبيه الوظيفه بس غير كافي. اصبح تلبيه الوظيفه بس غير كافي، ده في معايير للاداء وفي تنافسيه ما بين المكاتب وما بين الشركات وما بين المنتجات. شايف اللي احنا شايفينه مثلا في السوق، في الموبايلات ولا في غيره ولا في غيره،
في آلية التنافس. فالموضوع مش بس تلبية وظيفة، ده في متطلبات أداء وسمات أداء لابد من تلبيتها بشكل ما أو بآخر. العملية مش إنك تديني الوظيفة قحط كده، مش هينفع. الكلام ده كان صح جدا 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 مع لاري مايلز اللي ما حدش يقدر يلومه، لأن المواد الخام ما بتجيلوش، والراجل بينتج وبيطلع من مصنعه اللي أنت عايزه وبيلبي الوظيفة. لا هتقدر تقول له إذا كان اللي أنت طلعته ده جميل ولا مش جميل، ولا إيه مدى أدائه وحكمي عليه من ناحية المتانة والاستدامة، ولا حد يقدر يتكلم معاه بقى في ليد سيرتيفيكتس، ولا حد يقدر يتكلم معاه في ريسك. مين يا عم ده، انت مش مديني رو ماتيريال وانا طلعت لك وظيفه، يعني ده انا ايه بطلع لك من الولا حاجه حاجه. فبالتالي نرجع نقول ليه بقى الكلام ده كله، لان مع مرور العصر والتطور العلمي في قصه الهندسه القيميه بدا يحدث تطور في معادله القيمه. تطور في معادله القيمه اصبح ايه؟ اصبح انها تتطور من هذه المعادله لمعادلات تانية بقى، يعني مش هنقعد نتكلم فيهم كلهم، الموضوع هيبقى ايه مطول قوي. حلو، عايز اوصل معاك لاخر حاجه خالص اللي هي قالها روبرت ستيوارت، اللي هي ناقصه هنا اف، عايزه تضاف كده ثانيه واحده. ايوه سوري هنا معلش انا خطي وحش بس هحاول. قصدي ايه انا بالاف اللي محطوطه تحت دي؟ يعني الفاليو كداله في الفانكشن، يعني القيمه الخاصه بكل وظيفه من الوظائف هتبقى بتساوي الاداء على التكلفه زائد الوقت مضروبين في الريسك. دايما لما باجي اعرض السلايد دي يجي من الزملاء من الشباب حد يقول لي ايه؟ يقول لي طب ما الريسك اللي فوق يتشال مع الريسك اللي تحته وخلاص. اقول له يا عم ثواني، الريسك الاسوشيتد بالاداء قيمته تختلف عن الريسك الاسوشيتد بالايه؟ بالموارد. ولو انت عندك التايم يختلف عن الكوست، وانت بيهمك انك تفصل ما بين الوقت والتكاليف، يبقى حتى اللي موجود في مقام المعادله ده غلط، وانت محتاج تضرب الكوست في الريسك بتاعه، الريسك اللي على التكاليف، والتايم في الريسك اللي على التكاليف. نخلص بالكلام ده بايه؟ ان تطورت المعادله لانه اصبحت القيمه الوظيفيه الفاليو كداله في الوظيفه بتساوي الاداء اللي انا اقدر احصل عليه. افتكر بقى الميزان اللي قلت لك عليه البالانس، كل الكلام ده ماسك في بعض. الاداء اللي انا بقدر احصل عليه على الكوست اللي انا قدرت ايه الكوست اللي انا دفعتها في هذا المشروع او الافورت اللي راح، يعني اوتبوتس على انبوتس من الاخر. اوكي، وهو ده الكلام ده بقى عايز يتطبق ويتحسب ويتقاس لكل وظيفه. شوف بقى ليه التفكير الراجل بتاع مهندس القيمه ده بيفكر بطريقه غير الديزاينر خالص، بيفكر بطريقه غير الكونتراكتور خالص، يفكر بطريقه حتى غير الكلاينت، وبالتالي يقدر يطلع اوتبوت ريتش ومختلف، ويبقى هو اللي بيقدر يحسن من القيمه، واللي لما يقول انه التكاليف دي احنا مش محتاجينها يعرف يثبت الكلام ده بمعادله. طيب سريعا كده عايز اقول لك ان الفاليو انجينيرنج كبروسيس هي بتختلف عن الكوست كاتنج، وبتختلف عن الكواليتي ديجريديشن طبعا، وما ينفعش تطبق من غير سبونسر شيب. يعني ايه؟ احنا اتفقنا بقى ان الفاليو انجينيرنج بتعتمد على معادله بتقول بيرفورمانس على كوست، فانت ما ينفعش تقول انها كوست كاتنج بقى، لان انا قلت لك ده حتى من ايام لاري مايلز يا راجل، وهو الراجل بيعمل ايه؟ لما بيجي يقلل تكاليف بيلبي الحد الادنى من التكلفه يعني من الوظيفيه، فما ينفعش تقول ان ده كوست كاتنج اكسرسايز. الكوست كاتنج اكسرسايز ده غشيم. اوكي، ممكن يخرب لك مشروع. اما الفاليو انجينيرنج اورجنايز تروثفل بروسيس، عمليه منظمه، عمليه فكريه، عمليه حتى مش هندسيه فقط، ولكنها عمليه تناسب اليه ومنهجيه قد تطبق على الامور الهندسيه وغير الهندسيه. لما جه اوباما طبق الاليه دي على اوباما كير، غيروا اسمها لانه قال لك فاليو انجينيرنج ما تنفعش معايا هنا، عشان انا ما بعملش حاجه فيها هندسه اصلا، بس انا عايز استخدم المنهجيه الفكريه دي. راحوا سموها فاليو مانجمنت، اداره القيمه. حلو، طيب طبعا ما فيهاش اي تخفيض او هدر او انحدار للجوده، لان انا بحافظ على الجوده وبدور على الفرص اصلا اللي اقدر احسن فيها الجوده طالما يحتاجها الكلاينت، وتجازي ان هو ياخد اجينست الكلام ده فلوس. اوكي، طيب cannot be applied without sponsorship، يعني من غير ما يبقى فيه مالك حاطط ايده كده على موضوع الفاليو انجينيرنج ده ويهمه النتائج ومتطلع ومتشوق لانه يحصل على وفق ويحصل على تحسين في القيمه من الفاليو انجينيرنج، يبقى هيبقى الموضوع ايه؟ ناس عماله بتتخانق مع بعض وخلاص. لازم في حكم، لازم صاحب الفرح يكون موجود،
لازم صاحب المشروع يكون موجود ومشارك في الهندسه التقنيه. فالثلاث نقط دول لازم تحطهم في بالك وانت بتتكلم على فاليو انجينيرنج بروسس. اوكي، ودي اللولي بابل الظريفه دي عايزه تفكرك بايه، بالثلاث حاجات دول، ان الفاليو انجينيرنج از نوت ا كوست كاتنج، از نوت ا كواليتي ديجريديشن، كانوت بي ابلايد ويزاوت سبونسرشيب او ذا كلاينت يعني سوبرفيجن. اخر حاجه بقى دولي باب ثانيه اللي هي الميل الثانيه اللي هتكمل الميل الاولانيه. خد بالك ان الفاليو انجينيرنج تختلف عن الديزاين ريفيو، دي حاجه ودي حاجه. الديزاين ريفيو ده راجل بيمسك حسابات ونوت حسابيه ومودلز ويرجع عليها، احنا ما بنشتغلش كده، احنا بنشتغل زي ما انا ايه فهمتك دلوقتي وبتولز وتكنيكس وجوب لا معين. الفاليو انجينيرنج ما هياش دي سكوبنج، يعني ايه في ثانيه واحده؟ يعني لو انا جيت دلوقتي قلت لك انا شغال على مشروع توسعه المسجد النبوي، وانا المفروض ان التوسعه تسع مثلا 80,000 ولا 100,000 ولا 200,000 مصلي، لازم يطلع المشروع بعد الفاليو انجينيرنج يسع نفس العدد اللي المطلوب في التوسعه، والا تبقى انت ما بتعملش فاليو انجينيرنج، تبقى انت راجل بتهرج. يبقى ما فيش دي سكوبنج، مفيش تخفيض لمجال العمل في الفاليو انجينيرنج. الاوتبوت اللي كان المفروض يطلع من المشروع قبل الفاليو لازم يطلع زي ما هو بعد الفاليو، والا يبقى انت بتتصرف تصرف غير صحيح وليست فاليو انجينيرنج، وهسميها بقى اي حاجه ثانيه. تمام؟ ما هياش كوست استيميشن فاليديشن، لانه ساعات نفاجئ باكسرسايز غريب جدا بيتعمل زي اللي بيعملوا الكوست استيميتورز، which is very good exercise ما بقولش حاجه، بس ما تسميهوش فاليو انجينيرنج، اللي هو ماسك البنود ويبدا يقول لك اليونت ريت بتاعها ايه غلط، البند ده تسعيره عالي، البند ده تسعيره عالي، البند ده ممكن ايه يتكسر على بندين، البند ده ممكن يتعمل منه حته بكره وحته بعد سنتين فما تدفعش ثمنه كله دلوقتي. كل ده ملوش اي علاقه خالص بالفاليو انجينيرنج. الفاليو انجينيرنج ما لهاش علاقه الكوست استيميشن فاليديشن او عمليه التحقق من الاسعار ومن عمليه التقديرات. دي ليها هدف وليه دي هدف، دي ليها هدف وليه دي ليها هدف، ودي ليها اليه ودي ليها اليه. اوكي، ده كده ايه الجزء الثاني من محاضرتنا. اخر حاجه بقى نبدا نتكلم على الايه الشهادات، ويعني ايه هي الفاليو انجينيرنج سيرتيفيكيشنز، وبعدين بقى نبدا ندردش سوا شويه قدر المستطاع ونتكلم ايه عن اسئله حضراتكم في الموضوع. طيب مين سيف انترناشونال دي؟ سيف انترناشونال، كلمه سيف دي مش معناها وفر على فكره، دي خبطت معاهم باي لك كده، هي طلعت كده. هي سوسايتي اوف امريكان فاليو انجينيرز. سوسايتي اوف امريكان فاليو انجينيرز ده اللي هي المنظمه الدوليه لمهندسي القيمه الامريكيه. هي امريكيه ولا عالميه؟ بص هي امريكيه في الاول خالص سنه 59 بدات امريكيه. بعد كده جم سنة إن لم تخني الذاكرة سنة 96 تحولوا من أمريكية لعالمية، وهي الجهة الوحيدة في العالم غير بقى خد بالك إدارة المشروعات اللي تلاقي البي إم أي من ناحية أمريكاني وفي من ناحية تانية إنجليزي، دول بيطلعوا بي إم بي ودول بيطلعوا برنس 2، في الأي بي إم أي بتطلع شهادات تانية، لا مفيش إلا في العالم كله معترف بيها إلا سيف إنترناشونال هي اللي بتطلع شهادات معتمدة في الهندسة القيمية معترف بيها في الدنيا كلها. اوكي طيب لما جم يتحولوا من سيف لجهه عالميه كان عاجبهم قوي الاسم اللي في الاول ده، عز عليهم يغيروه لان السيف دي معبره قوي، وفر، انت بتوفر. اوكي فما حبوش يغيروها، ما حبوش يغيروا الاكرنم ده، فقال لك خلاص نحط جنبها انترناشونال لحسن كلمه سيف دي عجبنا قوي، ففضلت سيف انترناشونال ما غيروش اسمها، بس ستيل الاي دي امريكان، والناس لما بتبص لسيف بتفهم انها وفر، ولكن هي سيف دي هي اختصار للسوسايتي اوف امريكان فاليو انجينيرز انترناشونال. زي ما قلت لك هم الجهه الوحيده المنوط بها في العالم الاهتمام والاعتناء بامور الهندسه القيميه، وهم عاملين جهد كبير جدا جدا بصراحه. حتى الدورات المعتمده منذ اكثر من عام ونصف وهم اللي بيطلعوا الماتيريال بتاعتها، واحنا بنضيف عليها بس سبلمنتس، يعني كل واحد بقى حسب شطارته الانستراكتور اللي بيبقى عنده هو باع طويل من المشاريع اشتغلها يقدر يضيف تريننج واكسرسايزز وامثله واقعيه، لكن الكور ماتيريال بتيجي من سيف، ودي حاجه حلوه قوي، معناه ان انت لما بتيجي تاخد الكورس ده زمان قبل الاونلاين كمان، لانه ما كانش بيتعمل اونلاين الا بس بعد الكوفيد 19. اوكي؟ اللي حصل ايه؟ انه كان زمان انت الكور ماتيريال اللي بتاخدها في الكورس ده سواء بقى بتاخده في السعوديه ولا في امريكا ولا في شرق اسيا، انت بتاخد نفس الكور ماتيريال اللي سيف بتطلعها وتعملها وتحدثها كل ثلاث شهور according للليتست تكنولوجي ونولج اللي موجود في العالم كله. اوكي، وهم كل سنه بيعملوا خد بالك انيوال كونفرنس يلموا فيه اهم الاوراق البحثيه في هذا المجال في العالم،
مثلا ال 2020 ده اتعملت فيرتشوال علشان الكورونا، اتعملت فيرتشوال اونلاين، و يعني اتبعت لهم اكتر من 2000 ورقه بحثيه، اختاروا منهم افضل 50 ورقه بحثيه لتطوير علم منهجيه القيمه، وتم عرضها في مؤتمر الهندسه القيميه العالمي الافتراضي الاول ل 2020. ويعني يقول الله الفضل والمنه، كنت انا واحد من ال 50 بريزنتر اللي اختاروهم يتكلموا عن اهم 50 ورقه بحثيه هم اللي عملوها يعني في منهجيه الهندسه القيميه. كنت يمكن العربي الوحيد اللي موجود في الكونفرنس ده، اتعلمت فيه كتير بصراحه. سمعنا ناس من العالم كله بتدور ازاي تقدر تطور هذه المنهجيه، وانا كان عندي في ورقه بحثيه اللي عرضتها كانت بتتكلم عن استخدام الهندسه القيميه في اعاده صياغه مجال عمل المشروعات. بص كده ملعبكه يعني شويه، احنا دلوقتي بس بنتكلم كده اي بي سي، ولكن دي كانت ورقه بحثيه شافوها انها مهمه، وكان ليا الشرف في يعني وجودي في هذا المؤتمر. المهم نرجع نتكلم تاني عن سيف. سيف بقى ده الويب سايت بتاعها، وهي ليها شرك يعني ليها افيليتس، ليها تابعين. سيف طلعوا اذكياء وما تكسروش، وبقى كل ما بيكبر عندهم عدد كبير جدا من الناس السيرتيفايد في جهات معينه، بقول لهم خلاص انتوا ايه يعني، انتوا ليكوا يور اون فاند، يعني انتوا جمعوا الاشتراكات من الناس والكلام ده كله واستخدموها انتوا. هي منظمه غير ربحيه على فكره في الاساس، فانتوا اعملوا الكلام ده وانتوا اعملوا بي ايفنتس واعملوا بروموشن لنفسكم، ما ترجعليش انا فلوس العضويات والكلام ده كله، وانت هتستفيد يا عم وايه وروج للعلم، بس لما توصل لانك تبقى كبير انف. فعندهم افيليتس، وده خلى ما فيش اختلاف بقى، يعني خلى الشهادات العالميه بتاعت سيف موجوده هنا نفسها في العالم كله. حلو، فبالتالي بقى عندك هتلاقي افيليت موجود في المجر، سوري بلغاريا والهند واليابان وكوريا وتايوان. اربط الكلام ده بان انا جيت قلت لك مين الدول اللي موجود عندها اكبر عدد من مهندسي القيمه. اوكي، فهتلاقي هي دي اللي موجوده قدامك، طبعا امريكا قبلهم لان سيف اصلا قاعده في امريكا. تمام، وده الويب سايت. طيب وبعدين بقى انت عايز تعرف ايه هي الشهادات اللي خلاص ده اتكلمنا عنه، الانيوال سمات. تعال نتكلم عن الشهادات. سيف انترناشونال عندهم شهادتين بس، شهاده اسمها ممارس هندسه قيميه معتمد، وشهاده اسمها استشاري واخصائي هندسه قيميه معتمد. في جاب ما بين الاثنين دول شويه، وجاب كبيره قوي في الريكويرمنت. طيب الفي ام اي دي هي الخطوه الاولى لاي حد عايز يتعلم هندسه قيميه، ياخد دوره هندسه قيميه اللي هي بيسموها الدوره المعتمده في اساسيات القيمه، اللي احنا بنقدمها منذ يعني عدد طويل من السنين، وبنقدمها اونلاين والحمد لله بتفوق منذ فتح مجال من سيف انترناشونال، لان الدورات تبقى اونلاين. تخرج معانا العديد من اول يوليو لحد دلوقتي العشرات من المهندسين مهندسي القيمه في الموضوع ده الحمد لله. يعني كل الناس اللي بتخش معانا الامتحان ربنا بيوفقها، فضل من عند ربنا علينا جميعا. المهم الفي ام اي دي ملهاش اي بري ريكويزيتس بقى، يعني ملهاش اي متطلبات غير انك بتقدم وبتحضر الكورس وبتخش تمتحن. شكرا. اوكي، يعني لا زي البي ام اي بقى ليها طلبات معينه وعدد ساعات، لان هم حاطين في بالهم انه ممكن ده يهم مهندس خبرته سنه، وممكن يهم جدا مهندس خبرته 30 سنه وممكن اكتر وهكذا، ممكن يهم واحد مش مهندس خالص بيشتغل اقتصادي او بيشتغل في التصنيع او بيشتغل في التوزيع او بيشتغل في التسويق، ممكن يهمه. فاذا الموضوع ملوش متطلبات معينه. انا اجبرك على تحقيق، اي حد عايز يتعلم منهج القيمه ويقدر يدورها هو في اليه عمله ويستفيد. وبالتالي الكوزت الوحيد ان حضرتك تحضر دوره من دورات الهندسه القيميه المعتمده. كانت ايه مشكله الدورات دي بقى زمان؟ مشكلتها انها كانت بتتعمل بسرعه قوي. يعني ايه؟ يعني انك تاخدها في 4 ايام، ده الكلام غلط. احنا الحمد لله من زمان وقفنا الكلام ده، لان لقينا ان الناس ما بتستفيدش بشكل كبير من الدوره، لانه الموضوع بيبقى مليان علوم جديده عليك بتسمعها لاول مره، ما ينفعش تاخدها خبط لزق كده في 4 ايام وتطلع تلاقي نفسك تايه. فبنقسم الدوره على 10 محاضرات مسائيه، كل محاضره 3 ساعات ونص، وبالتالي بتاخد الجرعات دي بشكل رايق واحده واحده. الميزه في الموضوع انك تقدر تاني يوم تخش الامتحان، ما عندكش مشكله، بتطلع من تحت الدوره جاهز ومعمول موك اكزام لك، يعني اختبار محاكي للاختبارات العالميه في هذا المجال، وبالتالي بتبقى جاهز. دي كده الفي ام اي سيرتيفيكيشن. وبعد كده في السي في اس سيرتيفيكيشن. ايه بقى السي في اس سيرتيفيكيشن؟ السي في اس سيرتيفيكيشن، انا على فكره بعد ما اخلص هسيب لكم حاجه على الشات لطيفه تقدروا يعني تطلعوا عليها وتقروها، بوكلت كامل عن الموضوع، فخليكم موجودين معانا لحد ما ابعت لحضراتكم البوكلت ده ان شاء الله.
السي في اس بقى هي اعلى ليفل شهادات موجود في سيف انترناشونال. بعد ما تاخد الفي ام اي ده واحد بقى بيحتاج ان يكون المين كارير بتاعه فاليو انجينير. انت ما انتش محتاج الليفل ده في حاجه طول ما انت شغال في مجالك ومحتاج تبقى بتعمل شغل فاليو انجينير او بتكون فاليو انجينير. ولكن انت لو عايز تكون استشاري زي حالتي كده شغلتك الشاغله هي دراسه الهندسه القيميه، فهي انت محتاج انك تبقى ساعتها سي في اس وتكمل في قصه السي في اس. ليها ريكوايرمنتس كتيره جدا ومشوارها مشوار طويل جدا، وعدد الحاصلين عليها في الشرق الاوسط قليل للغايه، اعتقد انه لا يتعدى ال 15 شخص، 15 مهندس يمكن في الشرق الاوسط بالكامل، اغلبهم بيزد في السعوديه زي كده، انا مقيم في الرياض على فكره. ودول كده التو ليفل اوف سيرتيفيكيشن اللي بنتكلم عليهم. خلي تركيزك دايما على الفي ام اي. الفي ام اي كمان تقدر من ضمن مميزاتها انك تقدر تكليم الكورس بالكامل، تاخد بي بي ديوز عشان تجدد بيه البي ام بي او اي حاجه ثانيه. الكورس بيبقى 32 ساعه على الاقل، احنا بنديه في 36 ساعه، ساعات في 40 ساعه كمان. وبس ذات ست. ويعني اتمنى اكون المحاضره ما تكونش طولت عليكم، الحمد لله ساعه بالظبط، ويكون يعني الموضوع كان مفيد لحضراتكم. وخليكم موجودين، هبعت دلوقتي البوكلت وشويه معلومات يعني قد تهم الجميع. وبعدين نبدا نشوف لو حضراتكم عندكم اي اسئله. شكرا جدا لاستماعكم ولوقتكم، وشكرا للمهندس عمر. اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. عليكم السلام. مهندس احمد، متشكرين جدا جدا من المجهود يعني اللي حضرتك بذله معانا. الله يبارك. الشباب في بي اي ام بصراحه ما شاء الله يعني متشكرين جدا جدا على مجهودهم برضو. انا بس كنت عايز اسال على الماتيريال نفسها اللي المفترض الواحد يذاكرها. هل انا لازم اخد كورس زي الـ يعني البي ام او مثلا لازم تاخد كورس عند المؤسسه نفسها يعني؟ فالفاليو انجينيرنج هل انا ممكن اذاكره حتى لوحدي مثلا الماتيريال دي واخد كورس مع حضرتك وبعدين اخش الامتحان، ولا انا عايز افهم يعني ازاي اسيرتيفايد يعني؟ ممتاز. عشان تبقى سيرتيفايد ما عندكش يعني، هم ما فيش طريقه غير انك انت تاخد كورس معتمد معايا كمحاضر معتمد يعني. دي ده الاسلوب اللي انت تقدر تقدم بيه للشهادات. بس ما فيش ما يمنع انك انت ما تمشيش في السكه دي خالص وتقرا في الموضوع وتطلع، وقد يكفيك ذلك لو انت مش محتاج شهادات دوليه. بس الشهاده الدوليه سكتها عن طريق الكورس المعتمد. مانداتوري يعني. هو زي ما قلت لك، هو البري ريكويزيت الوحيد، لان هو علشان يقدر يدي لك في ام اي هو عايز منك حاجتين. عايزك تدرس الماتيريال بتاعته وتمتحن فيها عشان هو يديك من عنده ديزيجنيشن تعلقها تقول انك انت في ام اي. فهو عايزك تدرس الماتيريال بتاعته عن طريق محاضر هو معتمده ويمتحنك الامتحان بتاعه، فده لوجيك عشان يدي لك السيرتيفيكت بتاعته. اما انت لو مش انترستد خالص في السيرتيفيكيشن، اقرا واطلع على الموضوع. طيب ممكن نبذه بس عن الامتحان نفسه يعني، وقته قد ايه، كم سؤال، النجاح من كام؟ امتحان 60 سؤال. امتحان 60 سؤال بيتحل في ساعه ونص. 60 سؤال اختيار من متعدد بيتحل في ساعه ونص. الامتحان اسهل بكتير من البي ام اي، وزي ما قلت احنا بنعمل عليه نماذج اختبار محاكيه للحقيقه يعني، وبيبقى الموضوع يعني سهل وبسيط ان شاء الله بعد الاختبار على طول. محتاج مده قد ايه عشان نذاكر ونمتحن؟ احنا الدوره اللي فاتت في احد الزملاء مهندس شريف يسري، انا فاكره بالاسم طبعا، خلص الامتحان بالليل صحي الصبح امتحن. يعني خلص الدوره بالليل صحي الصبح امتحن. يعني الدوره مدتها كام يوم يعني؟ احنا بنعملها في 10 ايام. ده 10 ايام. 10 ايام. طيب سؤال عليها انت اولموست ريدي. اتفضل. سؤال محرج شويه، التكلفه كام؟ ده الحاجات دي بقى ممكن ايه نتواصل فيها يعني ليتر اون. انا احط لينك دلوقتي الناس اللي حابه تعرف اكتر عن الموضوع، هو اللينك الخاص بفريق التسويق منصه محترفي هندسه القيمه. تقدروا تتواصلوا معاهم على الواتساب تسالوا عن اي تفاصيل انتوا عايزينها، وتاخدوا كمان البوكلت اللي انا مش عارف ابعته لكم هنا ده، تقدروا تاخدوه منهم على الواتساب. اوكي. شكرا جزيلا. تسلم. شكرا يا فندم. السؤال اللي بعد كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقدر اسالك استاذ؟ تفضل يا فندم، شرفنا باسمك. هيثم عبد الله، مهندس هيثم عبد الله. اهلا بك يا باشمهندس. الله يحفظك استاذ. اذا اريد ترسم شكل العلاقه الفاليو انجينيرنج بين الفانكشن والكوست، كيف تكون العلاقه بيناتهم؟ ارسمها؟
اذا نرسم شكل العلاقه بيناتهم يعني، وبحيث حتى نطلع الاوبتيمال للفاليو انجينيرنج. تعال نحاول نعمل حاجه مع بعض كده. احنا اتفقنا انه الفاليو، شايف الوايت بورد دلوقتي اللي انا حاططها دي؟ نعم نعم ان الفاليو بتساوي الفانكشن على الكوست، على الكوست، على الكوست. خد بالك الكلام ده قلنا انه قديم شويه وكلاسيكال قوي ومش هيمشي معانا، فانت عايز تحوله لانه يبقى الفاليو لكل وظيفه بعينها بتساوي الاداء، تمام؟ على لو انت عايز التعبير الصح قوي يعني اللايف سايكل كوست، هي تكلفه المشروع بالكامل مش بس تكلفه الانشاء لحد نهايه دوره حياته بالكامل. جميل الكلام. طيب لو انت جيت قلت انا مش هرسم، انا هعملها بطريقه تانية هتوضح لك اكتر من الرسم، عشان احسن قيمه اعمل ايه؟ طيب عشان احسن قيمه انا قدامي اوبشن من اللي هقول لك عليهم دول، يا اما انا حافظ على الوظيفيه طبعا وعلى معايير الاداء حسب الحد الادنى اللي عايزه الكلاينت واقلل من التكاليف، يبقى انا كده حسنت القيمه ولا لا؟ ده السيناريو الاول. السيناريو الثاني ان انا احسن من القيمه عن طريق ان انا اعكس بقى، تعال نغير اللون، ان انا اثبت التكلفه زي ما هي واحسن من الاداء. يعني لو انا جيت النهارده اديتك بديل بنفس التكلفه اللي موجوده عندك في الاوريجينال ديزاين ولكن بيديك اداء احسن، فهل هذا تحسين للقيمه ولا لا؟ نعم. تمام. طيب اخر حاجه بقى بعد كده ممكن نقول انه سيناريو ثالث، لو انا قدرت ان انا الاقي انه في بعض المناطق في المشروع محتاجه لتحسين الاداء غصبا عن الجميع لانها لا تلبي الحد الادنى من الاحتياجات الوظيفيه، حتى ولو هضطر ان انا ككلاينت ادفعك شويه اديشنال كوست، ولكن الاديشنال كوست ده مقابله هيبقى فيه significant needed vital improvement في البرفورمانس، فده برضه طريقه ثانيه لتحسين القيمه وهكذا. فانت محتاج تلعب بقى بالثلاث عناصر دول وتخلي في اعتبارك ان الفاليو دي زي ما قلنا كده ترابيزه بتستند على اربع رجول: البرفورمانس والكوست والتايم والريسك. العفو استاذ، اذا اريد احول الحكي هذا كله الى رياضيات، يعني من خلال هاي المعادله تبين انه علاقه عكسيه بين الفاليو انجينيرنج والكوست. انت قصدك ازاي تحصل عليها كارقام يعني؟ لا لا، اذا اريد ارسم اكس واي بين العلاقه بين البرفورمانس واللايف كوست، شكل العلاقه هل هي خطيه او بولونوميوم هي مش هتنفع بالشكل اللي حضرتك بتقوله، لان انت لو جيت عملت الكلام ده هتيجي تقول ايه؟ هتيجي تقول ممكن اعملها بشكل مبسط كده شويه ان الفاليو هتزيد كل ما البرفورمانس هيزيد، بس الكلام ده مش صح، لان انا ممكن ازود البرفورمانس مثلا، تعال نقول ان البرفورمانس شكله عامل كده، ممكن افضل ازود البرفورمانس ازوده وازوده بس يعدي الحد اللي انا شايف ان الكلاينت محتاجه. كل ده احنا بنسميه جولد بليتنج، مش محتاجه ده، فده نوع من انواع الويست. عشان كده بقول لك ما ينفعش ترسم، يعني ما ينفعش تتاخد كرسمه. الفاليو بتزيد لحد الحد ده، لو انت يعني دي كده قربت من ذهن سيادتك شويه، ده لو احنا اعتبرنا ان ده الماكسيمم نيدد، انا دايما بقول كده ماكسيمم نيدد، فالفاليو بتزيد لحد ما اوصل لهنا. كل ما انا ماشي في هذا المكان، لو انا كده برسم علاقه ما بين الفاليو وما بين الاداء، فالفاليو بتزيد كل ما انا بفضل احسن من الاداء لحد الحد ده، بعد الحد ده كده انا ما بقتش بحسن من الاداء خلاص، لان ده هينقلب عليا بعد كده بتكاليف تشغيل وصيانه. نعم. اوكي؟ فدي كده اول حاجه، طبعا العكس بقى مع الكوست، هتلاقي الايه؟ الخط يجي لك بالعكس، كل ما بتزيد الكوست كل ما الفاليو عماله بتقل. نعم. تمام؟ سؤال ثاني الله يحفظك استاذ. اتفضل. قلت حضرتك بانه الفاليو انجينيرنج تقلل لنا الكوست للمشروع. فاريد اعرف الاستيبات، ستيب يعني حتى اللي تستخدم الفاليو انجينيرنج حتى نقلل الكوست ونزيد الربح. دي قصه طويله جدا، يعني ده موضوع محتاج يعني نقدر يعني موجوده استاذ بالكورس اللي حضرتك تطيح على موجوده هاي الاستيبات تقدر هذا؟ يعني صار عندي ادرس على الكوست، لان عندي دراسه اسعى الكوست اوف كواليتي، فعجبتني هاي الموضوع، يعني اريد اربط بين الفاليو انجينيرنج مع الكوست اوف كواليتي. صحيح صحيح 100% 100%. موجوده يعني ضمن الماده، بانه الاستيبات اللي اقدر، هي الماده كلها بتدور على اللي انت بتقوله ده، ازاي انك انت تحصل على الكواليتي المطلوبه باقل تكلفه، ويبدا يحط سيستماتيك جوب بلان بقى من خطوات معينه، وكل خطوه ايه التولز والتكنيكس بتاعتها، وايه الانبوت والاوتبوت بتاعتها وهكذا. بارك الله فيك، الله يحفظك. شكرا يا فندم، شكرا.
تفضل. طبعا شكرا جدا لبشمهندس عمر وبشمهندس احمد ماجد على وقتك. أهلا بيك يا فندم. سؤال سريع بس بخصوص الفاليو ايكويجن في الايكويجن بتاعت روبرت ستيوارت. حضرتك وضحت ان في فرق بين الريسك المتعلقه بالبرفورمانس وبين الريسك المتعلقه بالكوست والتايم. ممتاز. لو ينفع بس سريعا كده حضرتك تدينا مثلا مثال على الفرق بين انواع الريسكين دول. هقول لحضرتك على حاجة. لو احنا عندنا مشروع معين، والمشروع ده هدي لك مثال على طول، لما كنا بنشتغل على توسعة المسجد النبوي مثلا بنعمل عليها فاليو انجينيرنج، تمام الريسك الاسوشيتد بالكوست المرتبط او الملاحق للتكلفة بسيط، هو الراجل كده كده ضمن انه في فند على المشروع، ما عندوش مشكلة. فاهم قصدي؟ تمام يعني ما هوش عنده اي تخوف انه يحصل في اي وقت من الاوقات ان يجي حد يقول له مش هصرف على المشروع. تمام يبقى اذا الريسك ده، انا بحاول ادي لك مثال بسيط يقنعك في الامر، يبقى اذا تمام الريسك المصاحب للتكلفه مش كبير. طب المصاحب بالوقت؟ لا كبير قوي. ده انت لو ما قدرتش قبل موسم الحج ولا قبل مش عارف موسم العمره تخلص جزء معين في التوسعه، ده في مشكله كبيره هتحصل وهكذا. فالريسك الاسوشيتد بالتايم اكبر بكتير جدا من الريسك الاسوشيتد بالبادجت. تمام. تمام الريسك الاكبر منهم هما الاثنين بقى الاسوشيتد بالبرفورمانس. يعني ايه؟ لو احنا خدنا مثال كده من ضمن الاوجه الخاصه بالبرفورمانس، الموثوقيه. الموثوقيه يعني ايه؟ سيستم الكهرباء ده مش ليه موثوقيه؟ أكيد ماشي. ده معناه هل انت الموثوقيه المطلوبه، يعني ايه موثوقيه؟ يعني ان السيستم ده يفضل يؤدي عمره الافتراضي باقل عدد ممكن من المرات من الخروج من الخدمه او باقل عدد من الاخطاء، ده معنى موثوقيه. حلو؟ طيب. sustainable يعني يعني لحد الاستستينابيلتي ما استدامه، بس هي الموثوقيه هي ما لهاش علاقه بفكر الاستدامه. هقول لك مثال بسيط جدا. النهارده الموثوقيه بمعنى لو الكهرباء قطعت عندي او عندك في البيت، في كارثه تمام يعني هتحصل لو قطعت 5 دقائق؟ لا عادي طيب لو قطعت في المسجد اللي على اول الشارع اصعب برضه شويه عادي صح؟ يعني بس اصعب تمام شويه. يعني تمام احنا في البيت قاعدين 3 4، اما في المسجد فهم ايه؟ هيخبطوا في بعض لو 30 40 أكيد 50 واحد. أكيد طب لو حصلت بقى في بيك تايم في توسعة المسجد النبوي والناس طالعة بالملايين من الصلاة، يحصل لا كارثة تمام إنسانية. كارثة تمام بالضبط وبالتالي ليفل الريسك المصاحب بالموثوقية كأحد معايير الأداء هيختلف من مشروع بيتي وبيتك لمشروع المسجد اللي على أول الشارع لمشروع زي المسجد النبوي. وبالتالي الريسك اللي كان مصاحب بأي بديل إحنا بنطرحه ويخدش من الموثوقية غير مقبول. تمام كده يعني قربت شوية لذهنك؟ يعني كده افهم من حضرتك ان الريسك البرفورمانس ريسك كوريليتد مع الكوست، يعني كل ما الكوست زادت فالبرفورمانس ريسك بيزيد معاها، ده انا ما قلتش كده، مش لان هقول لك كده. بالطبيعه حجم المشروع بيزيد. لا هرجع اقول لك تاني ان كل مشروع ممكن يكون ليه كيس غير التاني. فالمشروع اللي انا ذكرته لك ده الريسك اللي على التكلفه بتاعته مش كبير، ريسك اكبر على التايم، ريسك رهيب على الاداء. لا لكن انا احنا بتكلم عن الكوست مش الريسك، مش الكوست كوست بس. ريسك. اه الكوست اتفضل. بس. اه كلامك يبقى صح سعيد. مظبوط. تمام، متشكر جدا ليك يا فندم، شكرا شكرا لحضرتك. لك. شكرا يا باشمهندس محمد. باشمهندس محمد حمزه، ونشكرك شكرا جزيلا على المحاضره الجميله دي. اهلا بك. انا بس كنت عايز استفسر بالنسبه دلوقتي للفاليو انجينيرنج، وجودها في الكيانات مثلا زي شركات المقاولات او التشريعات الهندسيه او كده، هل تعتبر اقرب لاي مثلا قسم في البتاع دي، مثلا في مثلا جماعة التسعير أو الكوست كنترول أو حاجة زي كده، إيه تعتبر أقرب حاجة ليها، أو هل في شركات مثلا بيبقى ليها قسم معين للفاليو انجينيرنج؟ اوكي. عندك مثلا على سبيل المثال دار الهندسه مثلا عندها قسم، انا بتكلم على مصر دلوقتي، انت اعتقد سؤالك ده اورينتد على مصر اكتر. مصر والسعودية، اللي أنا شايف السعودية اوكي. لا السعوديه كتير قوي بقى، يعني السعوديه عندك سعودي ارامكو فيها فاليو انجينيرنج سيكشن من زمان جدا، الهيئه الملكيه للجبال وينبع فيها فاليو انجينيرنج سيكشن من زمان جدا، وبيطبقوا الفاليو انجينيرنج الاثنين على اي مشروع. يعني عندهم سكيل معين بيطبق ساعات الفاليو انجينيرنج اكتر من مره. دلوقتي حتى القطاعات الحكوميه اللي اقل من كده عندها فاليو انجينيرنج سيكشن، واللي ما عندوش بيروح يجيب كونسلتنت زي حالاتنا كده يجي يعمل له الفاليو انجينيرنج لكل مشاريع. في مصر عندك تمام المكاتب الاستشاريه والمستثمرين العقاريين مهتمين بشكل كبير جدا بالفاليو انجينيرنج ده في الفتره الاخيره.
ولكن طبعا تطبيق الفاليو انجينيرنج في السعوديه اضعاف اضعاف تطبيقه في مصر. اوكي، اما قصه هي بتهم مين، هي بتهم كل المعنيين بالمجالات الهندسيه على فكره، يعني ملهاش علاقه انت مهندس ايه، ميكانيكا ولا كهرباء ولا مدني ولا معماري، كل واحد بيستفيد منها في حتته. بس تقدر تقول انه بشكل كبير جدا الناس اللي بتستفيد من الموضوع ده هي اللي بتتعامل مع التصميم واداره المشروعات، ايا كان انت الدور بتاعك فيهم ايه، التصميم وإدارة المشروع. طيب اه ديزاين الكوست كنترول وبي ام او أو بي ام، التسعير. ما هو ده اداره مشروعات، إدارة المشروع تمام. اداره مشروعات صحيح، ده من الناس المهمه بالنسبه لهم جدا الموضوع. طيب معلش سؤال تاني صغير، تحت يعني امرك. أنا مثلا كمهندس موقع وعايز آخد دورة زي دي، إيه اللي الإضافة اللي هتضيفها لي؟ كمهندس موقع مش هتضيف لك كتير، تمام. يعني لو انت مهندس موقع وهتفضل مكمل حياتك كلها كونستراكشن، ما هياش بروجكت مانجمنت، يعني هتبقى كونستراكشن مثلا مانجمنت، ما هياش بروجكت مانجمنت او ما هياش ديزاين، في حاجات تانية تهمك اكتر، يعني روح اتعلم كوست كنترول احسن لك. ده من كوست كنترول راي اخوك يعني، فاهمني، بعيدا بقى عن ايه، عن اي حسابات تانية. انا لو انا شغال في أو التنفيذ اروح اتعلم كوست كنترول لاني هستفيد منه كآلية للكنترول على التنفيذ. أيوه كالير كنترول. هو انا يعني بوزيشن بتاعي كونستراكشن مانجر، وممكن يعني ومع الوقت اكيد يعني الواحد يعني بيتوقف المناصب يعني، فهل ممكن اكيد مستقبلا؟ ايوه انا بقول لحضرتك لو انت من ضمن خطواتك البروجكت مانجمنت، هي نقطه مهمه جدا البروجكت مانجمنت، اصل انا ما اعرفش الليفل بتاع اللي بيكلمني ايه يعني. فالنهارده لو انا سايت انجينير لا ما اخدهاش، لو انا سايت لا انجينير لا انا دور على كونستراكشن حاجات مانجمنت. تانية. اما من الليفل ده نبدا نتكلم انها مفيده. اوكي، تمام ولكن انا علشان اكون امين في المعلومه، النهارده لو انا سايت انجينير لا اروح اتعلم حاجات تانية، لو انا سينيور سايت انجينير برضه اروح اتعلم حاجات تانية. اوكي تمام ماشي أوكي. ماشي شكرا. اسكو شغل انجليزي. باشمهندس وليد السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. بشكرك كمان احمد على المحاضره الجميله، ويعني حاليا انا يعني مهتم بالبيزنس اناليسيس، فانا يعني لمست في كلامك في الاول علاقه الفاليو انجينيرنج اثناء البيزنس اناليسيس. بالضبط. يعني طبعا باختصار البيزنس ان يبقى في عندي بروبلم او اوبورتيونيتي، فبحاول احله، احط لهم سولوشن، ف الفاليو انجينيرنج بتدخل معايا في اثناء ان انا اختار السولوشن نفسه، سلام عليك. صح، واثناء ان انا بحط مثلا الديزاين للسولوشن، يعني ده المين يعني مظبوط. تقاطع بين البيزنس اناليسيز والفاليو انجينيرنج، صح كده؟ صح، يعني الموضوع اكبر من كده شويه، بس اللي انت بتقوله صح. يعني ايه اكبر من كده شويه؟ يعني ممكن تيجي الفاليو انجينيرنج تساعدك انك انت تحول بيزنس كيس من وضع معين لوضع تاني. يعني انت هتتعلم في الفاليو انجينيرنج ازاي تقدر تعمل بيزنس اناليسيس صح، ازاي تقدر تعمل، مش صح بقى من وجهة نظر البيزنس اناليسيس، من وجهة نظر الهندسه القائمه، يعني ازاي تطلع ببدائل تقدر انك انت تزود من الربحيه وتحسن من ايه؟ من الاوفرول لايف سايكل كوست. صحيح. طيب، يعني احنا في عندنا بعض المشاريع، يعني احنا شغالين في مجال المشاريع الاسكان يعني تحديدا، يعني ففي بعض المشاريع بنقابل مثلا مناطق اللي هي المناطق الجنوبيه بتبقى يعني نسبه نسبه التطوير بتبقى يعني اقل من اللي احنا مستهدفينه، عشان صعوبه طبعا التضاريس وكده يعني، فبيبقى عندنا مشكله في ان احنا نوصل لان احنا يبقى في كوست عالي على مساحه المشروع، يعني احنا ما نقدرش نطلع منتجات يعني تدينا نقدر نستغل المساحه كلها، يعني اوبتيمال، يعني نحط اوبتيمال ديزاين ان احنا نوصل للمساحه كلها، فبنضطر ان احنا نعمل مثلا المناطق اللي هي مش معلش قابله تعلي صوتك شوية يا باشمهندس. طيب ماشي. طيب اكمل من فين؟ لا لا سامع كويس، بس عشان اللي جاي الصوت عمال يضعف فانا هبطل اسمع. اتفضل. لا تمام. فاحنا يعني احد الحلول اللي احنا بنوصل لها ان يبقى في عندنا تكلفه عاليه في
المخطط ان احنا بنشيل الاجزاء اللي هي غير قابله للتطوير، اللي هتبقى فيها مناطق جبليه وكده ممتاز. انا لما شفت السلايد اللي حضرتك قلت ان الفاليو انجينيرنج مش كاتنج كوست او مش دي سكوبينج مظبوط. طيب في حاله زي كده يعني ايه؟ يعني مش حاجه، يعني انا قلت ممكن احنا ناخدها يعني حتى تفيد الناس اللي معانا. يعني في حاله زي كده مثلا يعني ايه ممكن يكون حل ان انا اقدر استغل الارض بتاعتي او المخطط بتاعي ان انا استفيد منه افضل استفاده يعني بص يا باشمهندس، من وجهه نظر الفاليو انجينير. فهمت قصدك. لما تيجي الفاليو انجينيرنج تدرس مشروع ما بتطلعش بحلول كده على طول، لازم الاول في مجموعه من الخطوات بتمر بيها، وده اللي بيميز الفاليو انجينيرنج. فهتبص تلاقي الاول بنعرف ايه هو الكلاينت اوبجكتيفز، ايه هي البروجكت نيدز، بيبدا الكلام ده يتحلل. شفت السلايد اللي فيها ريكوجنايز ديفاين ميجر اند ذن ديفلوب؟ انا ما بطلعش بالحل كده على طول، انا في عندي بروسس وميكانيزم معين بمشي فيه. الكلام ده عشان انا اعمله لازم انا اكون فاميليار بالكيس اللي انت بتتكلم فيها دي ومعايشها، فما اقدرش ادي لك يعني عارف ما عنديش وجته كده سريعه اقدر اقولها. والا كنت هتلاقي ان اي فاليو انجينيرنج تقدر تكون ابليكابل على اي مشروع بقى. فاهم قصدي؟ هي الفكره في انه المشروع حسب طبيعته واحتياجاته والسوات اناليسيس بتاعته، نقاط القوه والضعف والفرص اللي فيه وهكذا، هو بناء عليها الفاليو انجينير يتعلم ازاي يقدر يستفيد بالكلام ده ويقدر يطلع بحلول. ما فيش روجيتات حاضره. باشمهندس عادل توفيق، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. السلام عليكم باشمهندس احمد، كل الشكر والتقدير لحضرتك. معاك المهندس عادل توفيق، رئيس قطاع ومساعد عضو مجلس اداره بشركه المقاولين العرب مصر. واحنا بنشكرك فعلا على هذه المحاضره الاكثر من رائعه، وعلى البراعه في الاداء والبراعه في الجرافيكس اللي حضرتك عرضتها بكل بساطه. بسطت لنا الموضوع قوي قوي، مع ان الموضوع يعني طبعا زي ما الجميع عارفين ان هو موضوع كبير. يعني احنا هنا قمنا بكثير من الفاليو انجينير، بس مش بطريقه ممنهجه اللي زي ما حضرتك عرضت. واحنا بنستاذن حضرتك ان احنا وبنستاذن مهندس عمر، يعني الاخ القدير اللي هو بيعمل دايما لصالح المهندسين، ان ننظم دوره عن طريق حضرتك من خلال بيم اريبيا او باي طريقه كانت، يعني حضرتك ممكن تنسقها مع المهندس عمر. يعني لان في مصر هنا في الاونه الاخيره موضوع المطورين والمستثمرين، طبعا الفاليو انجينير بيهم بالدرجه الاولى اي مستثمر او اي مطور. احنا نفذنا جراج لصالح مستثمر هنا في مصر في القاهره، جراج متعدد الطوابق تحت الارض، وكان الفاليو انجينير اتعملت في الاول في طريقه التنفيذ، ان انا انفذ توب داون ولا داون توب. ووصلنا لطريقه كومبرومايز ان احنا وصلنا لاقل تكلفه ممكنه نحقق له نفس القيمه ونفس الفاليو، بس طبعا باجتهاد شخصي. وقبل كده في مشروعات من وزاره النقل كنا نفذنا برضه هويس تو فينت هويس، كان لاول مره يتنفذ في مصر، وبرضه عملنا فيه فاليو انجينير ووفرنا حوالي 40 مليون من 320 مليون. المشروع ختم على 280 او 270 مليون. بس مفيش تشريع بيقول ان المقاول لو هو خفض في التكلفه عمل فاليو وخفض، ان هو ياخد نسبه قد ايه من السيفنج اللي عمله. يعني في تشريع بس في عقود الفدك. في عقود الفدك يا فندم صح، لكن طبعا عقودنا طبعا عقود قانون 89 وقانون 182 والكلام ده محتاج ينظر له عشان يشجع المقاول، ما يبقاش بس ضميره هو اللي بيدفعه، لا يبقى برضه في حافز له. فاحنا بنستأذنك في المادة العلمية ان لو حضرتك سمحت ان احنا ننشرها على مواقع بيم اريبيا، وبنستأذنك في الدورة. هي المحاضرة مسجلة، اعتقد المهندس عمر يقدر يعني يأكد على الموضوع ده. انا فاهمه انها موجودة على اليوتيوب شانل،
فيقدر اي حد يرجع لها في اي وقت. والفايل بي دي اف حضرتك سمحت بيه ان تكون يعني انا في يعني بورتفوليو فيه معلومات اكتر من كده حاولت احطه ما عرفتش، بس حطيت الرابط بتاع يعني محترفي هندسه القيمه، ممكن من خلالهم تقدروا تتواصلوا معاهم على لينك الواتساب وتقدروا انكم تاخدوا البروفايل ده، وانا هسيبه برضه يعني مع المهندس عمر مفيش مشكله. تمام يا فندم. ونفس الكلام بالنسبه للدورات، تقدروا تتواصلوا معانا او تتواصلوا مع المهندس عمر واحنا وهو هيتواصل معانا، يعني اخوه الاثنين بيصبوا في نفس الهدف في الاخر. تمام يا فندم، احنا شاكرين جدا، ويكفي التسجيل ده يعني ده تسجيل قيم يعني الله يبارك فيك يا فندم، شكرا لحضرتك، احنا بنعتز بيها يا مهندس عادل. شكرا يا فندم، اتفضل يا فندم. طيب في اي اسئله ثانيه؟ انا هون من لو سمحت انا عندي سؤال. محمد دي عنده سؤال من زمان. انا السلام عليكم، انا محمد زحيلي من المانيا. عم احكي معك. اهلا وسهلا. انا سؤالين لو سمحت. استغربت انه انت حكيت عن انه الفاليو انجينيرنج هي بتختص في الصناعه، بس ما شفت المانيا انا من ضمن القائمه، شفت امريكا، كوريا، هنغاريا، شفت اليابان، شفت الهند، بس امريكا يعني المانيا من 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 اهم الدول في العالم في الصناعه بس ما شفتها. سؤال ثاني، ممكن مثال بسيط عن 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 شيء في الصناعه؟ حكيت انت عن شيء في 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 الكونستراكشن، بس ما حكيت اطلاقا عن شيء في الصناعه. طيب شكرا، جزاك الله خيرا، تحت امرك، شكرا لك. يمكن انا ما اتكلمتش عن الصناعه كتير لان انا يعني بيلدر كونستراكشن بيرسون، فيعني اغلب الشغل مش اغلبه، يمكن كل المشاريع اللي انا اشتغلتها يعني الحمد لله اشتغلت دلوقتي حوالي تقريبا يمكن 58 دراسه هندسه قائميه كلها على مشاريع كونستراكشن، فتلاقيني كونستراكشن اورينتد يعني ده غصب عني. ولكن هي الفاليو انجينيرنج زي ما انا قلت يعني خرجت من مهد الصناعه ومن ثم صدرت للكونستراكشن. اوروبا كاوروبا بيطبقوا انواع اخرى من انماط الفاليو امبروفمنت براكتسز اللي هي غير الفاليو انجينيرنج. يعني هتلاقي الموضوع موجود عندهم اليات زي اللين، زي السكرام، زي ال ايه تاني، زي الكيزن، بس حكايه الفاليو اناليسز او الفاليو انجينيرنج مش موجوده كتير في اوروبا بالكامل. ليه؟ دي عايزه حد في اوروبا يرد علينا. اللي موجوده شويه هي الفاليو اناليسز. كنت عملت انا محاضره قبل كده مع يعني زميله برضه سيرتيفايد المانيه واتكلمنا في الموضوع ده حتى، وهنرجع نعيد المحاضره دي تاني، وبرضو اهتم بمتابعه بروفايل اللينكدين للمحاضره دي هتعنيك قوي. كنا اتكلمنا فيها على قصه تطبيق الفاليو انجينيرنج والفاليو اناليسز، وهي ذكرت بعض الامثله في المانيا لتطبيق الصناعه. انا ما عنديش امثله بصراحه، انا اسف اشاركك فيها في الصناعه، لكن انت لو اطلعت على الجوجل هتلاقي مصادر يعني اكتر مني تدي لك ادد فاليو. النقطه بس اللي انا اقدر اجيبك فيها ان هم الفاليو اناليسز تطبيقها ما هوش كبير في اوروبا بمنتهى الوضوح زي ما هو كبير في امريكا ولا كندا ولا في الفار ايست ولا في السعوديه، لانهم بيطبقوا اليات مختلفه شويه. طيب شكرا، جزاك الله خيرا. انا عمليا انا ماستر فاير فايتنج انجينير، انا كمان مصمم، بس انا داخل حديثا في موضوع الصناعه، بس جزاك الله خيرا، شكرا. ممتاز، الله يكرمك. لو if you google it you will find more information، وزي ما بقول لحضرتك خليك معانا على يعني على اللينكدين، لانه هنعمل محاضره قريبه من اللي احنا بنحكي فيه ده. يعني بقول لك الزميله الالمانيه دي هنطلع سوا لايف يمكن في خلال اسابيع، فكيب يعني كيب فولوينج لينكدين بروفايل. اه الله بحول الله، شكرا. مهندس احمد شرف. ان شاء الله خير. باشمهندس احمد، متشكر جدا الاول على المحاضره الجميله. شكرا. انا تعديت على تخصصاتك يا مهندس عمر، انا اسف. لا لا العفو، الله يكرمك، الله يكرمك استاذ. تفضل يا باشمهندس. كنت عايز اسال الاول، هو الفاليو انجينيرنج في حد يعني ده بيعمله جزء حد بيكون جزء من التصميم من فريق التصميم للمشروع، ولا بيكون حد مستقل عن التصميم؟ والله احنا في الشركه بيبقى في حاجه اسمها اندبندنت ريفيور، بيراجع مثلا الجزء التكنيكال بعد ما بيخلص كديليفرابلز. يعني خد بالك بقى قصه الريفيو ده موضوع تاني. الريفيو ده بياخد الشغل اللي انت بتعمله وبيعمل عليه ديزاين او تكنيكال ريفيو باليه طريقة مختلفة خالص عن الفاليو انجينير. يعني الفاليو الاثنين مختلفين عن بعض. معلش could you come back again؟ في البروسيس دي.
معلش قول تاني يا مهندس احمد، الصوت كان بيقطع. استراح بس بقول مهندس احمد، طب باشمهندس رائد موجود؟ السلام عليكم. ونرجع لحضرتك. وهيقول لا الحته دي زياده، الحته دي ناقصه. طيب معلش اعتذر يا مهندس رائد، مهندس احمد معلش تاني. طب الصوت كده كويس؟ قول بقى اتفضل. كنت بقول لحضرتك يعني مثلا دلوقتي في تيم بتاع التصميم شغال وطلع deliverable وتراجع فنيا، ماشي. الفاليو انجينيرنج دي كانت جزء بقى من عملية التصميم ولا؟ طيب انت الصوت عندك بيقطع خالص، بس انا اخدت بالي من سؤالك، اتمنى انك تكون بس قادر تسمعني. الـ value engineering ممكن تتطبق عند مراحل مختلفة من مراحل التصميم، ايا كانت البروسيس اللي انت بتعدي بيها. انت بتصمم وبتسلم للريفيوير، انت بتصمم وبتطلع التصميم ده تبعته للكلاينت وخلاص، التصميم بيتعمل عليه value engineering عند مراحل مختلفة من مراحل المشروع. الفاليو انجينيرنج ده يتم يا اما انه بيتم عن طريق ثيرد بارتي في الاماكن الاكثر احترافيه لتطبيق الفاليو انجينيرنج، وبالتالي بتبص تلاقي في ثيرد بارتي بيجي من بره، طرف وكونسلتنت متخصص في قصه الفاليو انجينيرنج، يجي يعمل الفاليو انجينيرنج على المشروع. اوكي، دي كده ايه البروبوزل الاولاني. الثاني، في بعض الاحيان في بعض الشركات اللي مكاتب بيبقى عندها ناس اوريدي سيرتيفايد وقادره انها في ام اي سيرتيفايد يعني، وقدر انها تعمل الاكسرسايز ده ان هاوس يعني. دار الهندسه مثلا من الامثله اللي انا شفتها اللي كانت بتقدر تعمل الكلام ده. امبيو بتروجيت اعتقد عندهم الامكانيات بشكل ما او باخر، ساعات بيطلبوا بس وجود التيم ليدر من بره، السي في اس هو اللي بيجي، بس هم عندهم تيم اوريدي مثلا معاه الفي ام اي سيرتيفيكت، فيقدروا يكونوا قوام معين للتيم. فيعني ات كود بي ذس واي اور ذات واي، ولكن بروفيشنالي بيكون ثيرد بارتي اوت. تمام، شكرا حضرتك. كان في سؤال برضو صغير تاني، هل اتفضل. الفاليو انجينيرنج بيكون ليه ديليفرابل مستقل يعني زي ريبورت طبعا مثلا؟ طبعا طبعا، ده لازم يبقى ليه ديليفرابل اندبندنت يعني. انا ككونسلتنت بسلم الديليفرابل بتاعي للكلاينت، او لو بسلمه حتى للديزاينر، لو انا مثلا الديزاينر هو اللينك ما بيني وما بين الكلاينت، بسلمه للديزاينر بكلوزد ليتر وهو ياخده يسلمه للكلاينت، ليه ديليفرابل لوحده. تمام، فهمت حضرتك. شكرا جدا باشمهندس احمد. شكرا يا فندم. مهندس رائد، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، اهلا بك. شكرا جزيلا على هذه المحاضره القيمه. الله يسعدك. حقيقه يعني اثريتنا فراغ يعني لا باس به يعني، ان شاء الله نكون وياك بالدوره. عندي سؤال يعني. الله يحفظك. سؤال يعني فيما يخص الهندسه القيميه. اكو يعني صار طبعا انا من العراق، مهندس من العراق. اهلا وسهلا، شرف. فوزير الماليه يعني دا يقول احنا بعدنا هندسه قيميه لما نضع الموازنات. هل هذا صحيح؟ يعني مثلا انه الموازنه التخطيطيه توضع بعد دراسه الجدوى وبعد البزنس كيس، بعد تطبيق احسن الوسائل اللي موجوده بالبي ام بي وكذا. زين، احنا محتاجين انه نسوي هندسه قيميه للدوله. طيب شوف، احنا محتاجين نسوي هندسه قيميه للدوله، طبعا محتاجين نسوي ده، وده اللي بيحصل في السعوديه وفي الامارات وفي سلطنه عمان، الدول اللي هي نعم. اساسا عندها الموارد دي تعتبر في صوره افضل من يعني، دي كمان صحيح. قادرة انها تصرف، ولكن بيقدر يشوف يتأكد من الاوبتيمم فاليو من كل دولار بيتحط في المشروع، وبالتالي بيطبق الفاليو انجينيرنج سواء مزنوق في الكوست او مش مزنوق في الكوست. اوكي، لكن الفكرة بقى اللي انت اتكلمت فيها في الاول اللي هي ان الفاليو انجينيرنج تدخل في اعداد الموازنة، ده مش صحيح، لانه انت كفاليو انجينيرنج بتحتاج يكون في بادجت، بتحتاج يكون في something solid تبدأ عليه. يعني الفاليو انجينيرنج ما هياش دراسه جدوى، دراسه الجدوى شيء مختلف. الفاليو انجينيرنج بتحتاج انه يكون في مرحله من التفصيل، في حد ادنى كده من البيز لاين ليه شكل وتصور معين علشان تبدا تو كومبير ابل تو ابل. لكن الفاليو انجينيرنج ما ينفعش تبدا من سكراتش،
مش ما ينفعش اكاديميا البروسيس بتاعتها والخطوات لما تيجي تطبقها مش هتعرف تطلع منها بمخرجات، لانها بتحتاج بيز لاين، يعني بتحتاج انك انت يكون عندك ديزاين اولي معين، عندك تصور لشكل مشروعك، وبالتالي هي لا تستطيع ان تساعد في اعداد الموازنه، ولكنها تستطيع ان تتحقق من مدى قيمه الموازنه. يعني بعد ما انت تحط الموازنه بتاعتك وتخطط ليها بطريقتك، يجي هنا دور الفاليو انجينيرنج من انها تكون نوع من انواع الفيريفيكيشن والاوبتمايزيشن. يعني نقدر نقول عليها انه قيمه مضافه يعني راح تنطي للمشروع. بالظبط، وتقلل من التكاليف، تدي قيمه مضافه وظيفيا، تدي قيمه مضافه للاداء، بس يبقى في مشروع. يعني مش لازم المشروع يبقى خلصان، بس يكون على الاقل عندي كونسبشوال ديزاين. زين زين، هل يعني اكو ربط لازم يعني انا اشوف هسه حاليا انه اكو ربط ويا الاي ام في، يعني ويا قيمه فاليو مانجمنت، القيمه المكتسبه؟ لا، القيمة المكتسبة موضوع تاني خالص بقى. القيمة المكتسبة دي أثناء التنفيذ، أثناء التنفيذ متأخر. نعم. خالص دي دي موضوع تاني. يعني ما يربطها بالفاليو انجينيرنج إلا اشتراك كلمة القيمة ما بينهم. أما الفاليو انجينيرنج فهي بتطبق في مراحل التخطيط للمشروع، مش التخطيط يعني التخطيط من الصفر، مرحلة في مرحلة الترتيب للمشروع وإدارة المشروع، يعني مع التصميم، بالتزامن مع التصميم، خلينا نقولها كده. بالظبط. نعم. بالظبط. نعم. ولكن الالمنت فاليو مانجمنت هي طريقه للمتابعه، هي احد وسائل المونيتورنج والكنترولنج اللي بتتعمل اثناء التنفيذ. صحيح صحيح صحيح، احسنت. زين، في حاله يعني انا لما اروح للبي ام بي في موضوع البلاننج للكوست راح القى في شيء يعني على الهندسه القيميه. بالضبط بالضبط 100%. تمام تمام، شكرا، لا حليت الاشكال يعني. الله يكرمك، اهلا بيك. عندي كونفيوجن يعني كان. زين، فيما يخص الدوره، اذا دخلنا ان شاء الله بالدوره وقدمنا يعني بالابلكيشن اللي موجود، يعني اكو تطبيق عملي على مشروع مثلا، خلينا نقول مثلا المسجد النبوي، يعني الدراسه كامله مثلا نقدر نشوفها؟ لا، الدراسات يعني طبعا تخص المالك، انت بتتعلم العديد من الامثله الواقعيه وانت بتاخد الدوره، ولكن يعني انا اي كانو سوري، يعني راح نطبق على فشيء عملي يعني خلال الدوره؟ تطبيق عملي خلال الدوره لا، ولكن انت بتطبق على الادوات وبتطبق وبيبقى في تمارين، وانا بشير معاك امثله واقعيه، انما انت بتحتاج انك تطبق بعد كده، بعد ما تتعلم من الدوره انت تطبق الموضوع كاملا واقعيا، ده تعمله انت بنفسك، وانا موجود اني تايم يعني فور اني كونسلتيشن. اوكي ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا، تسلم. شكرا لحضرتك. تسلم. الله يسعدك. الله يحفظك. الله يحفظك. تسلم، شكرا. بعد اذن المهندس عمر هناخد لو في اخر سؤال. تمام، اتفضل. السلام عليكم. حد عنده سؤال ثاني يا جماعه؟ معلش، يعني سؤال يا باشمهندس. اتفضل. المهندس وليد واجع على حضرتك. طيب، هندسه يعني بس يعني تطبيق الهندسه القيميه هل بيتم في مرحله معينه ونكتفي بيها، ولا بيستمر على يعني زمن المشروع؟ وايه علاقه الفاليو انجينيرنج بالتشنج مانجمنت؟ يعني لما يحصل عندي تغييرات في اثناء المشروع ممكن قد تاثر على الدراسه اصلا بتاعه الفاليو انجينيرنج الاوليه. حلو، تعالى نفصل السؤال ده حتتين. تمام، الجزء الاول الفاليو انجينيرنج تستمر، ده عرف خاطئ. الفاليو انجينيرنج تشتغل بنظام السبرنت. يعني ايه تشتغل بنظام السبرنت؟ يعني بتخش المشروع وتطلع، تخش تدي لك ديليفربل زي ما كنا بنتكلم مع المهندس احمد كده، تدخل تعمل لك فيريفيكيشن وتعمل دراسه تحقق لك منها اوبتمايزيشن للفاليو عند مرحله معينه من مراحل التصميم وتطلع. ممكن ترجع تاني، يعني ممكن السبرنت ده يحصل له يكون على صوره ايتريشنز، يعني تعمل سبرنت عند مرحله ال 30% زي ما انا كنت بوري كده في بلديه ابو ظبي والمانيوال بتاعهم، ترجع تعمله على ال 60 وترجع تعمله على ال 90، بس هو مش متعايش معاك، يعني هو مش ماشي معاك ايده في ايدك اثناء التصميم، هو بيخش معاك مرحله ال 30 يعمل سبرنت يسلم الديليفربل ويطلع، ممكن يرجع لك تاني على ال 60 ويطلع، يرجع لك تاني على ال 90 ويطلع. فهمت قصدي؟ طب بس اثناء السبرنت دي يعني انت بتطبق بقى، انت مش عايزني انا في حاجه، يعني لو انت ديزاينر وانا فاليو انجينيرنج كونسلتنت، انا جيت سلمتك الدليفربل بتاعي عند مرحله ال 30%، خلاص انا هاخد بعضي واتكل على الله، وانت تبدا تطبق مخرجات الدراسه. تمام.
ارجع لي تاني عند ال 60% لو انت عايز تطبق فاليو انجينيرنج تاني، ادخل معاك بسبرنت ستادي يطلع مني ديليفربل معين تاخده سيادتك تطبقه كديزاينر، وبعدين نرجع نتقابل تاني في ال 90% ان ارتقى المالك انه يعمل فاليو انجينيرنج تاني على ال 90% وهكذا. طيب مين اللي بيعمل مونيتورنج وكنترول في المرحله دي على تطبيق الميثودولوجي؟ الكلاينت يس. اوكي تمام تمام. الجزء بقى الجزء الثاني كان ايه بقى؟ التشينج. الفاليو انجينيرنج مالهاش اي علاقه بالتشينج مانجمنت، الفاليو انجينيرنج اجينست التشينج. يعني الفاليو انجينيرنج لو انت طبقتها بطريقه السبرنت اللي احنا بنتكلم فيها دي انت مش هتحتاج اصلا التشينج مانجمنت خالص، لانك انت اوريدي بتعمل فاليو اوبتمايزيشن، تطرح كل البدائل تحطها على الطاوله وتقارنها من وجهه نظر القيمه وتوصل للقيمه المثلى بالبدائل المثلى وخلاص، وتوصل للباين اللي انا كنت بقوله في السلايد الاولانيه على الديزاين والكوست وتكمل. فليه يحصل تشينج؟ يعني التشينج يعني الفاليو انجينيرنج عدوة الناس اللي بتحب التشينج، لان هي بتطلع التشينج وقت الفاليو وتقتل الجدل. عندي مشاركة أخيرة يا باشمهندس. تفضل المهندس سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية باشمهندس، أغريتنا صراحة بالمعلومات. الله يسلمك. وأنا معكم مهندس سمير الثبيتي من جدة. أهلا مهندس سمير. عندي تمهيد بسيط أبغى أشاركك فيه. أول شيء سؤال على الزميل اللي قبل شوية، أنت كنت بتردل وتقول له ممكن الأونر يطلب في مرحلة 30-60-90. هل تقصد 30 60 90 على اللايف سايكل حق المشروع، مرحله فيزيبيليتي ستدي، مرحله الاوبريشن مينتنس، ولا تقصد بس مرحله التقديمات حقت التصميم؟ ديزاين بروجريشن، تقديمات التصميم بس، التصميم ما لك علاقه بالكونستراكشن ولا الاوبريشن مينتنس. بدرسها وانا شغال على التصميم علشان تطلع انت بالمخرجات من بدري. يعني مش هينفع نستنى نطبق الفاليو انجينيرنج بعد ما انت تكون نفذت خلاص، ما خلاص اللي حصل حصل. بعد ما انت وصلت اوكي، بعد ما انت وصلت ان المشروع وقف على حاله وخلاص كده كده هتدفع مصاريف التكاليف والصيانه والتشغيل، ما انت اخترت السيستم خلاص. فانا بدرس كل الكلام ده ولكن بدرسه بدري علشان ما بقاش في مقاومه للتغيير وعشان يبقى في امكانيه للتطبيق. طيب عندي تمهيد بسيط ابو دقيقه وابغى اسال اخر السؤال اشوف رايك فيه يا باشمهندس. ماشي. عندنا مرحله الكونستراكشن لمشاريع مماثله انفراستراكشر، مرحله الكلوزنج للمشروع بيصير مثلا في سيفنج في الكوست تقريبا، يعني مثلا نقول فوق 30%، في مشاريع مماثله بيكون في حدود 20%، الرينج دائما في حدود 15-30% في مرحله الكلوزنج. السكوب اتحقق في جميع المشاريع. معلش يا باشمهندس بس في نقطه، انا ما قلتش انه، انا بقول ان هي ممكن تصل من 15-35%. يعني انت ممكن تلاقي فاليو انجينيرنج ستادي بتعمل سيفنج ل 5%، ممكن تلاقي فاليو انجينيرنج ستادي بتعمل سيفنج ل 50%، تخيل. ممكن صحيح، بس انا ما بيجيك بسؤال معين، بس انا ابغاك تكون معي في الصوره على في التمهيد بعدين اسالك. ماشي. على مرحلة الكلوزنج حق المشروع بيجي أمر تغيير ختامي ولازم تطالب من المالك، من المقاول مثلا، أنه ما يطالب بتعويضات لأنه حاسب، لأنه الرينج حق العقد بالنسبة للأونر في الغالب العقود الحكومية تكون بلس 10% أو ريدكشن 20%. إذا زاد الرينج عن النسبة هذه 10 أو 20 لازم تأخذ موافقة المقاول لأنه حسب الريسك حقه والاوفر هيد والاشياء هذه كلها على هذه، لو زادت لازم تاخذ منه موافقه انه يوافق على التخفيض. الان تحقق السكوب، تحقق السكوب وتحقق الهدف للمالك، وفي مشاريع مماثله مثلا لها 10 سنوات طبقت بهذه بطريقه معينه. أيوة. ولا يوجد عليها اي مشاكل، ولا في من المستخدمين ولا من الستيك هولدر جميعا. هل بالامكان الان من نستفيد كدروس مستفاده نقدر نسوي فاليو انجينيرنج على مشاريع جديده في مرحله التصميم، ولا يصير ما يطلع معانا التخفيض هذا اللي بالاخير؟ تمام، انا فهمت سؤالك. اول حاجه اللي انت بتحكي عليه في الاول ده بالظبط زي مترو رياض. مترو رياض كان نفس الكيس اللي انت بتتكلم عنها دي يا باشمهندس، واللي حصل فيها انه برضه جم يطبقوا الفاليو انجينيرنج، لقوا ان الفاليو انجينيرنج لازم تطبق بمعرفه المقاول لان عقده فدك، وبالتالي المقاول ليه نصيب من الوفر ومن السيفنج.
وده نتيجه لتطبيق الفاليو انجينيرنج متاخر في عمر المشروع. اوكي، فانا بس ايه بحب اشاركك المثال اللي انت بتقوله بمثال اخر، يعني مترو رياض في نفس القصه دي. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انت مش لازم يكون عندك مشكله في الريسورسز علشان تطبق فاليو، بالعكس زي ما انت بتفضل كده، انا ممكن استفيد من الدروس المستفاده ان انا اطبق فاليو انجينيرنج على المشروع عشان اتاكد من ان كل استثمار في مكانه. شفت الميزان لما كنا بنتكلم عن الميزان، انا عايز اتاكد ان كل فانكشن موزونه من ناحيه القيمه بالشكل الصحيح، وبالتالي اطبقها انا ايا كان يكون على مشاريع فيها تعثر او ما فيها تعثر. طيب هلا درسنا احنا السيفنج كيف جاء، لقينا فيه احتياط نظامي مثلا من المالك حاطه للمشروع لاي سبب ان كان، يعني اللي ممكن يكون غلط في الكميات في كذا. عملنا ريديزاين او شوب دروينج جديد بالمشروع اللي مثلا في مناطق معينه طلعنا منها كوست معين، لقينا اخطاء في التصميم مثلا برضو سبب لنا ممكن حوالي تقريبا 10%. ايوه، هل هذه الدروس المستفاده نقدر، لانه يعني في الان في جبهتين في الجهه المالكه للمشروع، جهه تقول لك لا انت بتعمل قص، قلت انا حققنا الوظائف والاند يوزر مبسوط من هذا، وفي مشاريع مماثله سابقه وهذا البروبلم متحققه في اكثر من مشروع، يعني ما هي مشروع واحد يقول اوكي لا ممكن في غلط، لكن متحققه في اكثر من مشروع. ففي جهتين تحارب، ناس تقول لك لازم تطبق الفاليو في مشاريع مماثله جديده في مرحله التصميم او مثلا بزنس كيس. أيوة. وتبدا تعمل الاخطاء دي ما تتكرر. في جهه ناس بتدافع عن شغلها يقول لها شغلنا ممتاز يا جماعه التصميم وشغلنا بيرفكت وحسب التشريعات وحسب الليجل وحسب القوانين الوزاريه فما عندنا اي تغيير. فوجهه نظرك كيف نوفق بين الطرفين؟ اوكي، هو التوفيق ما بين الطرفين هو واضح من وزاره الماليه، لابد من تطبيق الهندسه القيميه على اي مشروعات تتعدى ال 20 مليون. مفيش حاجه اسمها الناس اللي بتيجي تقول لك احنا بنعمل الفاليو انجينيرنج واحنا شغالين، احنا كده كده شغلنا زي الفل و10 على 10، ده كلام اي كلام. كده كده انت لازم تعدي على الفاليو انجينيرنج اكسرسايز علشان تتاكد من انه مفيش بدائل اكثر قيمه من اللي موجوده في التصميم. لازم ده يحصل لكل المشاريع الحكوميه. اوكي، ده يعني قرار وزاره الماليه. وحاليا في هيئه كفاءه الانفاق لو انت سامع عنها بترجع اي مشروع تاني لاي طرف مالك لحد ما تيجي دراسه الهندسه القيميه بتاعته، فبالتالي اصبح الموضوع مش اختيار بقى، اصبح الموضوع شبه الزامي بشكل كبير جدا، خاصه بعد ظروف الكوفيد 19 يعني، وبعد عارف انت التغير شويه في اليه التفكير والاستراتيجيه الاقتصاديه بشكل عام في المملكه، فاصبح لا خلاص لازم الفاليو انجينيرنج تتعمل وتتعمل في وقتها، يعني حسما للجدل، يعني خلاص ده اصبح الحل الوحيد دلوقتي للتاكد من انه فلوس الدوله بتروح في مكانها الصحيح. شكرا يا باشمهندس، رحم الله اباك. الله يكرمك، شكرا لي، شكرا لحضراتكم، شكرا يا مهندس عمر.